بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلاوية وبيت كل الناس. النهاردة عندنا بعض الموضوعات المحددة اللي هتكلم فيها مع حضراتكم، وهي موضوعات واضحة، وعايز أدخل مع حضراتكم في هذه المواضيع مباشرة. دايما خلال الفترة السابقة عندما كنت أتكلم مع حضراتكم في أي حاجة، ما بتكلم مع حضراتكم في أي حاجة تخص النادي الأهلي، دايما كنت بقول لحضراتكم خلينا نرجع للمصدر الرئيسي للنادي الأهلي في كل شيء. لما نحب نعرف أي معلومة من خلال، يجب أن يكون هناك حاجة رسمية أو كلام رسمي بيطلع على يا إما الموقع الرسمي للنادي الأهلي أو من خلال قناة النادي الأهلي. وبالمناسبة احنا غالبا او 99% من الاخبار ما بيكون هناك اتفاق ما بين قناة الاهلي وما بين الموقع الرسمي، لانه في النهاية نحن نمثل الاعلام الرسمي للنادي الاهلي. فلما تيجي تتكلم او لما اي حد يجي يتكلم بنقول لحضراتكم لو سمحتم، ده بالنسبة لجمهور النادي الأهلي، بالنسبة لبعض من لا يشجع النادي الأهلي هو حر يعمل اللي هو عايزه ويفكر اللي هو عايزه، لأن هو عايزك دايما تمشي بالطريقة بتاعته أو بالأسلوب بتاعه. لكن إحنا لا، إحنا عندنا من خلال الموقع الرسمي أو من خلال قناة النادي الأهلي. فأنا دايما لما بيبقى، وده حصل خلال الفترة اللي فاتت، الفترة اللي فاتت كانت ناس كتيرة جدا تقول لي أنتوا عمالين ما بتتكلموش على الصفقة الفلانية. ما هو احنا ما بنتكلمش عن الصفقه الفلانيه لان احنا بيبقى عندنا كل التفاصيل، فعارفين ان ممكن ساعه احد اللاعبين اللي هنا المصري، احد اللاعبين اللي كان بيلعب في مصر يعني، وكان خلاص جاي النادي الاهلي، ولكن المدير الفني كان له راي في موضوع الصفقات. ساعتها كان كولر لم يتم وجوده او لم يتم اختياره كمدير فني للنادي الاهلي. بعدما تم اختياره كمدير فني للنادي الاهلي قال لك لا ونوقف الصفقات، وهو اللي قال بنفسه هذا الكلام من يومين ثلاثه في المؤتمر الصحفي لمباراة كاس السوبر. قال احنا لو عندنا نواقص هنكملها ولكن في شهر يناير، فانا بتفرج على الفرقة وبشوف الناس كلها علشان لما يبقى اشوف هل في نواقص نقدر نعملها ولا لا. فبالتالي كانت الناس بتسألني يا عم اسلام انت بتتكلمش، ما احنا عارفين التفاصيل يا جماعة كلها، ولكن التفاصيل دي ما بنقولهاش غير عندما يكون هناك اعلان رسمي، لانه ممكن جدا الناس كلها تبقى ماشية في اتجاه ان اسلام الشاطر مثلا هيروح الاهلي وكل الناس وكل حاجة ماشية، ولكن في آخر لحظة المدير الفني غير الاتجاه وقال إسلام لأ أو محمد آه مثلا يعني، أو إسلام لأ أو مصطفى آه مثلا. فده اللي دايما بنتكلم فيه مع حضراتكم، إن إحنا يجب أن يكون هناك إحنا عندنا مرجع، المرجع ده الموقع الرسمي أو قناة الأهلي. فدايما أنا مثلا بسأل وسؤالي واضح اهو، ليه الناس او بعض من وسائل الاعلام او الاخوه الزملاء عايزين يحطوا النادي الاهلي تحت ضغط دائم بسبب او بدون سبب؟ الناس كلها شايفه الامور الدنيا ماشيه ازاي، زي الفل الحمد لله داخل الفريق من بدايه الموسم، وده الكلام احنا كلنا كنا متفائلين بيه، مش كلامنا احنا بس ولكن كل جمهور النادي الاهلي شايف ان هناك شكل تغيير واضح للنادي الاهلي، لانه ما تاخد اجازه شهر بقالك كتير ما خدتهاش، وبعد كده تبدا فتره اعداد تعملها، وبعد كده تخش على المباريات الوديه، وبعد كده المباريات الرسميه، ده الطبيعي. حتى لو المباريات متاخره شويه او الاجازه متاخره شويه، فالناس شايفه ان هناك استقرار وثقه بتزيد يوم بعد يوم بسبب النتائج والانتصارات اللي بيحققها الفريق، اخرها تتويج ببطوله السوبر يوم الجمعه اللي فات على حساب النادي الزمالك. فنلاقي النهارده، النهارده تحديدا وامبارح والنهارده، ناس خرجت علينا بتقول ايه؟ مارسيل كولر وعلي معلول عندهم كورونا. طيب هو معلش بعد اذن حضراتكم، هم لو عندهم كورونا ايه اللي هيجرى ان احنا نعلن، ان النادي الاهلي يعلن ان عندهم كورونا بالعقل كده يعني؟ ايه اللي هيحصل؟ كورونا دلوقتي بتاخد لها يومين ثلاثه. نفس الوقت بالعكس البرد ممكن يطول اكتر. فعلى أي أساس حضراتكم بتقولوا الكلام ده؟ لما الجهاز الطبي والفحوصات والتحاليل أثبتت إنها نزلت برد حد. وده بالمناسبة ما تم إعلانه على الموقع الرسمي للنادي الأهلي، وبيتم إعلانه في قناة النادي الأهلي من الصبح، من برنامج 10 الصبح لغاية دلوقتي. طب هو ده، طالما هو ده المعلن
على المواقع، على الموقع الرسمي وعلى قناة الأهلي، ليه بيتم تحريف هذا الكلام أو هذه المعلومات ويتقال إنها كورونا مرة تانية؟ وسؤالي واضح، هل الكورونا عيب أو حرام؟ مرض زي أي مرض. كورونا دلوقتي ما بقتش زي الأول. لو حد جاله كورونا بيقعد 3 4 أيام. أنا أحد أقاربي كبير جدا في السن كان عنده كورونا، من قعد 3 أيام و4 أيام بقى زي الفل، وبقت كانت إيجابي وبعدين بقت سلبي. وأنا بسأل سؤال ومحتاج رد أو إجابة عليه حالا على طول، حد يرد عليا. وتلاقي اللي كتب الخبر يقول لك إيه؟ على لسان مصدر مسؤول. طب يا فندم مين المصدر اللي في الأهلي؟ أو مين المصدر اللي في الجهاز الجهاز الطبي أو الفني أو الإداري في النادي الأهلي؟ ما هو إحنا طبعا هذا الكلام عاري تماما من الصحة. كابتن علي معلول ومستر كولر ما عندهمش كورونا، كابتن علي معلول ومستر كولر عندهم برد أو نزلة برد حادة. طيب هل من الممكن إن حد مصدر داخل الجهاز الفني أو الجهاز الإداري أو الجهاز الطبي يطلع يقول أي حاجة غير الكلام ده؟ لا طبعا، هذا الكلام عاري تماما من الصحة. وأنا بأطالب أي حد يطلع يقول مصدر، لو سمحت يكلمني أو يكلم الناس أو يكتب للناس مين المصدر ده عشان نشوف. أنا عارف إن طبعا ما ينفعش تقول مصدرك، ولكن يا فندم التحاليل أثبتت هذه الأمور. أنا شايف إن الموضوعات والقصص دي بدأت بدري جدا، لسه بدري، لسه مشوار طويل. الأهلي ما لعبش غير ماتشين في الدوري وزيهم في بطولة أفريقيا. الماتش اللي فات كسبنا الزمالك في الإمارات وتوجنا بلقب السوبر المحلي، فالحكاية كلها 5 ماتشات، ماتشين دوري وماتشين أفريقيا وثلاث ماتشات ودي وماتش السوبر، الإجمالي 7 8 مباريات يعني. وهو ده كل اللي بيحصل ده مستاهل إن احنا نخرج كل هذه الأخبار من امبارح للنهارده؟ والله كل ما أمسك التليفون ولاقي الناس عمالة تكلمني، يا كابتن إسلام هو كولر تعبان عنده كورونا ولا علي معلول؟ أقول لهم يا جماعة ما هو لو عنده كورونا ولا هو ولا علي ولا أي حد عنده كورونا، ما الناس بتعلن، هيحصل إيه يعني؟ فعشان كده دايما بقول لحضراتكم لا تلتفتوا لمثل هذه الاخبار، كل ما يقول لك مصدر تعرف ان ايه الموضوع مضروب على طول. وجهه نظري يعني، انا ما بحبش حد يطلع يقول مصدر. ما لو عندك حاجه قولها، لو عندك حاجه حضرتك ممكن تقولها، لانه في النهايه يعني ايه مصدر؟ ما هو المصدر يا فني يا اداري يا طبي في الموقع في الموضوع اللي احنا فيه. حد من الثلاثه دول هيقول لك؟ ما اعتقدش. تابعوا الموقع الرسمي أو قناة الأهلي، هي اللي هننشر من خلالهم فقط أو يكون هو المصدر لحضراتكم في الأخبار الصحيحة والمؤكدة عن النادي الأهلي. غير كده أنا آسف، أنا مش مسؤول، أنا مش مسؤول عن أي خبر يتقال عليه مصدر الفلاني ولا كذا العلاني ولا كذا ولا كذا. وكنت بقول لحضراتكم بالمناسبة بهذا الكلام وقت الصفقات برضو، يعني أنا كنت بقول دايما لحضراتكم هذه الأمور، ماليش علاقة بأي حاجة تانية، لأنه الأساس بتاعي موقع رسمي وقناة أهلي، الإعلام الرسمي للنادي الأهلي. فأنا بس حبيت أتكلم في بداية الحلقة النهاردة على هذا الموضوع مباشرة أهو. ومرة تانية، ولو حد عنده كورونا كان هيبقى فيها مشكلة لو النادي الأهلي أعلن؟ طيب موضوع آخر، وأنا دايماً من فترة طويلة بدأت مع حضراتكم متابعة ملف الحكام. ليه ملف الحكام؟ لأنه أنا عندي مشكلة كبيرة جدا كأهلاوي مع الحكام السنتين اللي فاتوا. عندي مشكلة كبيرة جدا، أحد الأسباب الكبيرة جدا في خسارة النادي الأهلي للموسم اللي فات واللي قبله الدوري العام التحكيم. فأنا بتابع دايما مع حضراتكم إيه اللي بيحصل أولا بأول. النهاردة هكمل موضوع مهم جدا، وعايز حضراتكم تركزوا معايا في الكلام اللي أنا هقوله ده، وحوري لحضراتكم إيه اللي بيحصل بالفيديوهات. لأن أنا في معلومات قلتها معلومة أو معلومات كثيرة جدا قلتها لحضراتكم من أسبوعين، قلت لكم إن في هزة كبيرة جدا حصلت داخل اتحاد كرة القدم بسبب مباريات الناشئين اللي كان فيها أزمات غريبة. لو تفتكروا كده اللي بيتابع دائما البيت الكبير هيفتكر، لانه لم يتم ابلاغ الحكام بالمباريات.
حتى حصل ان كان حكم بيدير مباراه وديه لمنتخب مصر الناشئين خرج من الملعب خد ديله في اسنانه وجري راح على من الملعب اللي هو فيه على استاد الدفاع الجوي عشان يدير ماتش في بطوله الجمهوريه للناشئين. يومها قلت لحضراتكم ان هناك اجتماع سري جمع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم مع كلاتنبرج. وساعتها قلت لكم ان كان اجازه، كلاتنبرج كان اجازه ورجع. وقلت لحضراتكم ساعتها برضه ان كلاتنبرج هيطلب اجازه شهر لتحليل كاس العالم، وقد كان. وكلاتنبرج طلب اجازه شهر. وفي ذلك الوقت شرحت لحضراتكم قصه كابتن احمد ابو العلا وانه مصدر المعلومات الوحيد والموثوق فيه بالنسبه لكلاتنبرج، وان اتحاد كره القدم معترض على ده، وتحديدا اربع افراد من مجلس الاداره اولهم الاستاذ جمال علام. طيب ايه اللي حصل او التطورات الجديده اللي انا هقولها لحضراتكم؟ قلت لحضراتكم او كلاتنبرج وافق على وجود لجنه ثلاثيه. خد بال حضرتك من الكلام، كلاتنبرج وافق على وجود لجنه ثلاثيه فيها كابتن محمد فاروق، كابتن ايمن دجيش، كابتن تامر دري، مع تكليف كابتن تامر دري باختيار حكام تقنيه الفار. خلاص؟ لكن اللي هاكد عليه لحضراتكم ان كلاتنبرج مش في دماغه كل الكلام ده. يعني ايه مش في دماغه؟ يعني عايزين لجنه ثلاثيه اعملوا لجنه ثلاثيه. وخلي بال حضرتك هو بيحاولوا يقنعوا الرباعي اللي انا بتكلم فيهم عليهم مع حضراتكم من اتحاد كره القدم، عايزين يقنعوا كلاتنبرج بان كابتن تامر دري يكون بديل احمد ابو العيله. سالوا كل حاجه وخد منه كل المعلومات وهو بيتكلم انجليزي كويس ولكن كلاتنبرج ولا في دماغه. خلاص يعني ايه ولا في دماغه؟ يعني هو كابتن احمد ابو العيله. كمان اتقال له لو عندك اي اعتراض على اي تعيينات في الدوري الممتاز هيتم الاخذ بيها. كلاتنبرج بيقول للكابتن احمد ابو العيله هذه الامور، يعني ما تقلقش من اللجنه الثلاثيه دي والكلام اللي انت هتقوله هو اللي هيمشي معايا. ده كلاتنبرج بيقول كابتن احمد ابو العيله، وطبعا ده على غير رغبه الاستاذ جمال والتلات اعضاء الاخرين. فدلوقتي كلاتنبرج مش قادر يطبق تجربته فيما يخص استعراض حالات الحكام. ليه؟ يا عم اسلام، ما هو كلاتنبرج بيطلع وبيتكلم ويورينا بالفيديوهات. طيب انا اسف جدا، انا هصدم حضرتك دلوقتي. لاي شخص قاعد وبيتفرج ومتخيل ان ده اللي كلاتنبرج طلبه هو بيطلع يعمله على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، ولكن حضرتك هتتصدم دلوقتي لما تشوف هو لما تشوفه تسمع. أنا ما بقولش حاجة من خلال البيت الكبير غير لما بيكون عندي عليها فيديوهات. فأنا آسف جدا إن أنا هصدم ناس كتيرة متخيلة إن كلاتنبرج عمل حاجة كبيرة جدا إن هو طلع يتكلم. هو طلع يتكلم فعلا، ولكن يتكلم ازاي ويتكلم مع مين واحنا من المفترض كنا هنسمع ايه؟ المفروض ان كان بيتقال لنا من كلاتنبرج نفسه ان احنا هنسمع حكام الفار مع حكم الساحه وهم بيتكلموا، حكم الساحه ومع حكم الفار وهو بيتكلم. وبالمناسبه ده قال كده في اول مؤتمر. هل تغيرت قناعات كلاتنبرج؟ هل حاول البعض تغيير او بيحاول البعض تغيير قناعات كلاتنبرج؟ لان قناعات كلاتنبرج ليست الفيديو اللي احنا بنشوفه. قناعات كلاتنبرج هوريها لحضرتك دلوقتي من الموقع الرسمي للاتحاد اليوناني لكره القدم. هوري لحضرتك الفيديو اللي كان بيعمله كلاتنبرج. المفروض إن الفيديو اللي احنا بنشوفه ده بتاعنا هنا في مصر يبقى شبه ده. طب خلينا الأول يا عم إسلام بدل ما تلخبطنا وتودينا وتجيبنا، خلينا نطلع نشوف كيف كان كلاتنبرج
يحلل ويعلق على الحالات التحكيمية في الدوري اليوناني. اتفضل. The referee awards a penalty after the goalkeeper and the attacker challenge for the ball inside the penalty area. The VAR reviews the incident and confirms the decision of the referee. The CRC agree with the award of the penalty kick as the attack. مرة تانية الصوت اللي في الآخر اللي حضراتكم سمعتوه، لو سمحت شغل لي الفيديو من غير صوت عشان بس الجمهور الأهلي هو بيتفرج عليا يشوف ويسمع. هشرح لحضراتكم الفيديو اللي حضراتكم كنتوا بتسمعوه في الأول، الصوت اللي فيه لغوشة ده لغوشة السماعات، ده الكلام اللي حصل في الحالة دي ما بين حكم الساحة وحكم الفار، ده في الدوري اليوناني، ده اللي يريد تطبيقه كلاتنبرج أو اللي كان بيطبقه كلاتنبرج في اليونان، هل طبقه في مصر؟ ما حصلش. فاللي كان كلاتنبرج عايز يطبقه اهو هنا، ده صوت حكم الساحه بيتكلم مع حكم الفار بيقول له ان هي ركله جزاء ولا مش ركله جزاء، الكلام اللي دار بينهم وبين بعض. اللقطه الاخيره هتلاقي فيها الشاشه مقسمه لاربعه اقسام. القسم الاول اللي هو فيه الفار، وبقيه الاقسام الاربعه الثلاثه اللي باقيين هي الكرة من كذا زاوية. أهو هنا الحكم اللي على الشمال دي يا فندم، الحكم وهو بيتكلم مع حكم الفار ومسمعك صوت حكم الساحة وحكم الفار. إيه اللي حصل في الكرة زي دي؟ ما بيجيبلكش حد يحكي لك، يعني هو بيسمعك الموضوع فعليا كان عامل إزاي وثلاث زوايا. وبعد كل ده تعليق بقى كلاتنبرج على اللي حصل، وغالبا ما بيكون إيجابي للحكام، لانه حضرتك وانت قاعد بتسمع سامع ايه اللي حصل ما بين حكم الساحه وحكم الفار وشايف القرار صوت وصوره زي ما حضراتكم شايفين. اقفل ده لو سمحت يا سمير، ورينا ايه اللي بيحصل في مصر، كيف يعلق كلاتنبرج على حالات التحكيم في مصر. اتفضل. After a review, the VAR agreed with the on-field decision of the referee. The referee committee agreed with the referee decision of a penalty kick as the goalkeeper does not touch the ball and his knee catches his opponent on the foot. وكان الله بالسر عليما. شوية هايلايتس موجودة على اليوتيوب، أي حد ممكن يطلع ويقول الكلمتين الحلوين اللي قالهم كلاتنبرج. وقال الكلمتين بالإنجليزي أقوله لكم أنا أي حد يقولهم بالإنجليزي ويبقى هو ده التحليل. هو حضرتك بتحلل ولا من المفترض ان انت تعمل زي ما كنت بتعمل في اليونان، ولا حضرتك عايز تعمل حاجه لكلاتنبرج وفي ناس واقفه لك في الموضوع ومش عايزينك تعمله؟ بالمناسبه هم قالوا ان دي مشكله اي تي. طيب مش اقول بقى برامج وابلكيشن وحاجات كده. بعد اذن حضراتكم انا عندي هنا في قناه النادي الاهلي مدير الاداره الهندسيه وطاقم الاي تي كله تحت امر حضراتكم علشان نقدر نعمل الموضوع ده. ولو ما اتعملش، لو ما الامر ده ما اتعملش، ابقى انا عندي هنا احسن ناس موجودين في قناه الاهلي. فلو حضراتكم عايزين تستعينوا باي تي احنا جاهزين يا فندم. انا بس بوري لحضراتكم ايه اللي بيحصل في كره القدم او التحكيم في مصر. حتى الراجل اللي كنا بنتوسم ان هو او ما زلنا نتوسم ان هو يبقى دايما كويس زي ما حضراتكم شايفين، التجربه في اليونان بشكل والتجربه في مصر بشكل اخر. ما ينفعش يا فندم حضرتك تطلع تعلق على فيديو وتقول والله بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا مش عارف ايه حاجات، الحكم كويس وعمل شغل كويس ومتشكرين يا عم الحكم. يا عم ده كلام، ما تورينا اللي حصل وتسمع طلبات النادي الاهلي. افتكروا البيان اللي عمله النادي الاهلي السنه اللي فاتت
وقال فيه يا جماعة خلونا نسمع إيه اللي بيحصل ما بين حكم الفار وحكم الساحة. وكلاتنبرج في أول يوم وعد بهذا الكلام وكلنا حييناه، وكلاتنبرج طبق هذا الأمر في اليونان، فلماذا لا يتم تطبيقه في مصر؟ اي تي ايه وبتاع ايه؟ ايه الاي تي اللي حضرتك اللي موقف الدنيا؟ مرة تانية لو حضرتك في اتحاد كرة القدم ما عندكش اي تي، يعني انا ما اعرفش الموضوع ده صحيح ولا مش صحيح، ولكن انا وببلاش وببلاش، انا بس عايز احاول اطور في الموضوع عشان يقول لي ما طب ورينا الحل يا عم اسلام، ادي الحل اهو نقدر نعمله لحضراتكم. يا جماعه مش كده، هو لو مش عايزين الراجل مشيه وبقى وفر الدولارات بتاعته، لو حضرتك مش عايز الراجل وعايز برضو مجموعه الحكام اللي على دماغنا وعلى راسنا من فوق ما عنديش مشكله معاهم خالص، ولكن تجربه جديده يجب ان تتم ويجب ان تكتمل. لماذا لا تكتمل هذه التجربه؟ لماذا يفعل كلاتنبرج هذا الامر؟ ليه يا عم كلاتنبرج؟ ايه اللي موقفك عن ان انت تسمعنا ايه اللي بيحصل في اوضه الفار؟ اوضه الفار الفي ار زي ما كنت بتعمل في اليونان. طيب كمان في عدم رضا من بعض الحكام على الفكره نفسها. تخيل ان هناك حكام عندها اعتراض على فكره تحليل كلاتنبرج للحالات واستعراض اخطائهم بشكل علني، رغم ان كلاتنبرج قال او اكد لهم ان انتقاداته هتكون بينه وبينهم في الغرف المغلقه، والعقوبات هتكون مش معلنه، لكن هو غير راضي عن مستوى الحكام في الجوله الثانيه. الحمد لله، شكرا يا عم كلاتنبرج، لانه الحقيقه تقعد تضحك زي ما كلنا دايما بنحاول في الجولة الأولى، على الرغم أن هناك بعض الأخطاء ولكن كلنا طلعنا أشدنا وسقفنا، لكنها لأنها لم تكن أخطاء مؤثرة في الجولة الأولى على نتائج المباريات، لكن الجولة الثانية حدث ولا حرج. بدأت الأخطاء بتاعت السنة اللي فاتت، الإنذارات ما بتطلعش والأحمر ما بيطلعش والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. طيب اللي بيحصل ده كله هيودينا على فين فيما يخص التحكيم؟ ده اللي مش واضح، مش واضح، ونفسنا يكون واضح. وللمرة المليون، للمرة المليون هنا بيت الكبير مع تجربة الخبير الأجنبي سواء كلاتنبرج أو أي حد، بحذر وحذرت من إفشال هذه التجربة، وبتمنى أن يتم لم الشمل جوه لجنة الحكام وجوه اتحاد كرة القدم فيما يخص التحكيم. احنا لسه في أول الدوري، لسه بدري على هذا الكلام، حرام عليكم، اللي بيحصل مش طبيعي. انا وريت لحضرتك بالصوت والصوره، ما ضحكتش عليك، وريتك ايه اللي بيحصل في اليونان، في اليونان، ووريت حضرتك الانشا اللي بتتقال في مصر فيما يخص الفيديو بتاع اليونان. بيسمعك حكم الفيديو، قال لحكم حكم الفار، قال لحكم الساحة، قال له لا الكرة دي ضربة جزاء، فحكم الفار قال له تمام هطلع بص عليها. فكلاتنبرج قال أنا متفق مع الحكم قاله ده الفيديو. شو أنا كمشجع أو كواحد قاعد بتفرج اطمنت للموضوع، شفت صوت وصورة، فبقى مرة في مرة في مرة هبقى متأكد مليون في المية أنه لا يوجد أخطاء متعمدة، والحكام نفسها تبقى ان عارفه ان كل حاجه مرصوده وكل كلمه هتتحسب وكل قرار هتحسبه لصالحك او ضدك كحكم محسوب عليك، هيزيد من تقييمك او هيقلل من تقييمك. هو ده اللي احنا عايزينه. مفيش حكم عايز يفشل بالمناسبه، مفيش حكم عايز يبوظ ماتش، لكن خايفين ليه من تحليل موضوع الحالات؟ أنا كلاعب، أنا كلاعب كان بيحصل معايا إيه؟ مش أنا يعني، أي لعيب، في مدربين تاني يوم التمرينة بتاعت الساعة 9 الصبح، خليني أقول لحضراتكم كان بيحصل معانا إحنا عملي إيه. تاني يوم المباراة الساعة 9 الصبح كنت بتخش الأوضة بتاعت الاجتماعات الميتنج روم، كل اللاعبين يقعد معانا
مانويل، مستر مانويل جوزيه يتكلم، انت يا اسلام ما غطيتش التغطيه المظبوطه، ما رحتش وعملت الاوفر في الوقت المناسب، وكذا وكذا وكذا، وانت يا عماد هتعمل كذا، وانت يا ابو تريكه كذا، وانت يا بركات كذا. بيحصل. بيحصل. في الاوض المغلقه، ولكن اذا كان هناك اخطاء تؤدي الى فقدان نادي لثلاثه نقاط او فقدان نادي للدوري، اعتقد ان الامر محتاج لافضل من اللي احنا شايفينه. الامر محتاج افضل كتير جدا جدا من المستوى التحكيم اللي احنا شايفينه. اتمنى ان يتم وضع كل هذه الامور في الحسبان خلال الفتره القادمه، لانها فتره صعبه جدا جدا جدا. عندنا شهر كلاتنبرج هيكون مختفي عن الانظار، هيروح بشهر بدون مرتب. هو بالمناسبه كان عايز المرتب بتاعه في الشهر ده، ولكن في الاخر قال خلاص، لانه شكله هيروح ياخد هناك سبوبه حلوه في الحته اللي هيحلل فيها، ف هيسافر. طب الشهر ده هنعمل ايه؟ من سيدير لجنه الحكام في مصر خلال هذا الشهر؟ طيب هل هو خد اجازه بقى من منصبه في اليونان كمستشار لرابطه الانديه في اليونان لمده شهر بدون مرتب ولا لا؟ حاجات كتيره جدا هنسيب الايام القادمه تجاوب على هذه الامور، على شيء واحنا هنجاوب لحضراتكم كعادتنا. يعني انا ما بنسيبش موضوع التحكيم ده، لانه كنت اتمنى ان يكون هناك تركيز اكتر من كده في هذا الامر، وحل لمشكلات اللي احنا كنا دايما بنقابلها كنادي اهلي السنتين اللي فاتوا. انا هتكلم هنا على نادي اهلي، ولكن هناك 16 نادي غير النادي الاهلي عندهم مشاكل مع التحكيم، ببياناته وبكلامه وباعتراضاته وكل حاجه. ده مش كلامي، ده حاجات موثقه رسميا. فانا بقول ده من دلوقتي، اتمنى ان الدوري كويس، اللي يكسب الدوري يكسبه، واللي يكسب الكاس يكسبه، ولكن يجب ان يكون هناك عداله تحكيميه. ده كان الموضوعين المهمين اللي انا عايز اتكلم فيهم مع حضراتكم. تعادل النهارده سموحه مع حرس الحدود سلبيا على ملعب حرس الحدود بالماكس في الجوله الثالثه من مسابقه الدوري الممتاز. ايضا في المباراه الثانيه بيفوز البنك الاهلي على سيراميكا كليوباترا بثلاثه اهداف مقابل هدف. برضو اللي اتفرج على مباراه البنك الاهلي وسيراميكا، مباراه حلوه جدا ما بين اثنين مديرين فنيين على اعلى مستوى. طيب دي كانت المواضيع اللي هنتكلم فيها. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل بقى هنرجع نتكلم عن اخبارنا، اخبار البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. الحقيقه النهارده توفت الى رحمه الله والده الكابتن سيد معوض. كابتن سيد معوض واحد من اقرب الناس الى قلبي، وواحد من اقرب الناس الى قلوب كل جمهور النادي الاهلي خلال الفتره السابقه. البقاء والدوام لله للكابتن سيد معوض في وفاه والدته. الحقيقه النهارده يعني عبل معرفتنا كنا انا شخصيا كنت اتمنى ان انا اكون متواجد مع سيد، ولكن طول النهار الواحد مشغول الحقيقه، وكلمته كذا مره. والنادي الاهلي ايضا نزل نعي لوالده الكابتن سيد معوض. الاهلي يتقدم بخالص التعازي للكابتن سيد معوض في وفاه والدته. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والساده اعضاء مجلس الاداره وقطاعات النادي الاداريه والرياضيه يتقدمون بخالص التعازي للكابتن سيد معوض لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق في وفاه المغفور لها باذن الله والدته. داعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيده بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم الاسره الكريمه الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون. بقاء الدوام لله في وفاه والده كابتن سيد معوض. النهارده الاهلي بيختتم تدريبات استعدادا لمباراه الداخليه. اختتم النادي الاهلي تدريباته الجماعيه عصر اليوم على ملعب تيتش بالجزيره، وادى اللاعبون جلسه تدريبات بدنيه في الجيم تحت اشراف اندرياس مدرب احمال الفريق، استمرت لمده 30 دقيقه قبل انطلاق فقرات المران الجماعي. كابتن سيد عبد الحفيظ كان حريص على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للحديث عن مباراه الداخليه التي سيخوضها الفريق غدا. خاض اللاعبون فقرة تدريبية للكرة باليد في بداية المران، أدى بعدها اللاعبون تدريبات فنية بالكرة
قبل أن يختتم الجهاز الفني فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين. ودخل الفريق معسكرا مغلقا عقب نهاية المران استعدادا لمواجهة فريق الداخلية في الخامسة من مساء غد ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز. خلينا برضو نقول عايز أقول لحضراتكم قائمة النادي الأهلي لمواجهة الداخلية في الدوري غدا. كابتن محمد الشناوي وكابتن علي لطفي وكابتن مصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأكرم توفيق. طبعا رامي ربيعة زي ما حضراتكم شايفين لسه تعبان شوية، قدامه كام يوم إن شاء الله ويرجع بالسلامة. محمد هاني ورأفت خليل ومحمد مغربي ومحمد أشرف وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وبرونو سابيو ومحمد مجدي قفشه وبيرسي تاو وكريم فؤاد ومحمد فخري واحمد نبيل كوكا وحسام حسن وشادي حسين ومحمد شريف. دي القائمه اللي هتكون متواجده غدا ان شاء الله. كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول نزله برد وراء غياب كولر وعلي معلول وحسين الشحات عن تدريبات اليوم. يا ترى كابتن سيد عبد الحفيظ قال نزلة برد ولا قال حاجة تانية؟ أهو قدام حضرتك على الموقع الرسمي. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قال أن نزلة برد حادة لعلي معلول وكولر وحسين الشحات تبعدهم عن مران الجماعي للفريق. وأوضح مدير الكرة أن علي معلول وحسين الشحات لاعبي الفريق قد غاب أيضا عن المشاركة في فقرة المران الجماعي بسبب تعرضهما لنزلة برد. وأشار كابتن سيد إلى أن الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق يتابع حالة كولر والثنائي معلول والشحات بصفة مستمرة للاطمئنان عليه. قبل برضو ما نرجع خلينا ناخد طاقم حكام مباراة غدا ما بين النادي الأهلي والداخلية. كابتن أمين عمر حكما للساحة. طبعا الدوري المصري الممتاز الجولة الثالثة 4/2 نوفمبر 2022 استاد السويس الجديد، الداخلية سيلاقي النادي الأهلي. كابتن أمين عمر حكما للساحة، كابتن محمد عزازي حكم مساعد أول، كابتن خالد السيد حكم مساعد ثاني، أما كابتن محمد الدسوقي حكما رابعا، وكابتن عمرو الشناوي حكما للفار، وكابتن محمد محمود لطفي حكم فار مساعد. ده طاقم التحكيم لمباراة الداخلية غدا في الجولة الثالثة من عمر الدوري الممتاز. محمد عبد المنعم يغادر المستشفى بعد جراحة الأنف. يعني هتقولوا لي طبعا أنت مش هتتكلم عن الحكام، لا مش هتكلم عن الحكام. قبل بس ما أروح لخبر محمد عبد المنعم، مش هتكلم عن الحكام لأني برضه ما زلت عندي ثقة كبيرة جدا في الحكام المصريين، وأتمنى أن يكون هناك عدالة في التحكيم، وده اللي دايما النادي الأهلي بيطالب بيه. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، النادي الأهلي في بياناته خلال الفترة السابقة كان دائما بيتكلم عن أمور احنا بنشوفها بتحصل، بنشوفها بتحصل بعد كده، أو لو حصلت يبقى هنبقى مبسوطين من جوانا أن العدالة التحكيمية موجودة. يبقى عدالة تحكيمية، عدالة جماهيرية، تلاقي النادي الأهلي دائما بيفوز. أو بيتبقى بقى الموضوع من الناحية الفنية جوه الملعب وعناصر التوفيق، لكن لو حطيت العدالة التحكيمية والعدالة الجماهيرية أنا متأكد بنسبة كبيرة جدا قد تصل ل 80-90% أن النادي الأهلي قادر على الفوز على أي حد في ظل هذه، في ظل الظروف الطبيعية، عدالة تحكيمية وعدالة جماهيرية. كابتن محمد عبد المنعم بيغادر المستشفى اليوم بعد جراحة وإصلاح اعوجاج وكسر في الأنف، كان أجراها أمس تحت إشراف الدكتور طارق البنوبي أستاذ جراحة الوجه والفكين، وحرص الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي والدكتور طارق البنوبي على التواجد اليوم في المستشفى للاطمئنان على حالة اللاعب قبل مغادرته. ويبدأ عبد المنعم تدريبات منفردة بعد 5 أيام من الجراحة على أن يعود للانتظام في التدريبات الجماعية خلال أسبوعين.
أيضا اطمأن الجهاز الطبي على حالة عبد المنعم بعد خضوعه لجراحة أمس قبل العودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة. طيب أيضا كابتن سيد عبد الحفيظ بيكشف تفاصيل إصابة السلية. قال كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن عمرو السلية لاعب وسط الفريق اكتفى بأداء جلسة تأهيل وعلاج طبيعي في الجيم على هامش الميران الجماعي للأهلي الذي أقيم عصر اليوم. وأوضح مدير الكرة أن السلية خضع لفحص طبي أثبت تعرضه لشد خفيف في العضلة الأمامية، وفضل الجهاز الفني أن يؤدي اللاعب جلسات تدريبية منفردة. مهندس عدل القيعي بينفي التصريحات المنسوبة إليه. نفى المهندس عدل القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم كافة التصريحات التي نسبها البعض إليه خلال ظهوره على شاشة قناة الأهلي أمس، والتي تناولتها بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من مصادر غير دقيقة. وأضاف أن هذه التصريحات التي تمت الإشارة إليها غير صحيحة بالمرة، وأنه لم يتناول في حديثه عن وجود أي مفاجآت تخص النادي خلال الفترة القادمة. يا جماعة، المهندس عدل القيعي قيمته كبيرة جدا جدا بالنسبة لنا، ولكن أنا بتكلم بالشكل العام. لو في حاجة صدقوني هنطلع نقولها لحضراتكم بشكل واضح، هنطلع نقولها بشكل واضح، لكن مفيش حد هينفع يطلع يقول أصله احتمال يحصل حاجة. مفيش، النادي الأهلي ما عندوش كلمة احتمال، ما عندوش كلمة احتمال. الحقيقة من بعد الحلقة بتاعت ملك وكتابة لغاية امبارح أو لغاية النهاردة ناس كتيرة جدا بتقول، قعدت اتفرج على الحلقة كلها ما لقيتش حاجة زي دي. ده فيديوهات واضحة مسجلة يا جماعة، اللي عايز يخش يشوف ماذا قال المهندس عدل القيعي فيما يخص أي حاجة يتفرج على ملك وكتابة. لكن اختراع الموضوع ده حاجة غريبة، هو ده اللي مزعل الواحد النهاردة. عشان كده دايما بقول لحضراتكم خلي بالكم من الحرب الرياضية اللي بتحصل، اللي بيحصل خلال هذه الفترة، ان كل الناس عايزة تضرب في استقرار النادي الأهلي باسم كبير زي المهندس عدلي من خلال قناة النادي الأهلي ومن خلال الموقع الرسمي. لا يا فندم، لو في حاجة سنعلن مباشرة على جمهور النادي الأهلي. هو احنا لما يبقى الواحد عنده حاجة وعايز الجمهور يتبسط مش هيطلع يقولها؟ بعدين المهندس عدلي ده تزعلوش مني، يعني انا ما كلمتوش بس انا شفت الفيديو. المهندس عدلي ده وعنده خبره، يعني انا اسف جدا، قعد وعمل صفقات بعدد شعر راسه، واشتغل في كل قطاعات النادي بمختلف الرياضات مش كره قدم بس، فالخبره سنين طويله جدا وكبيره جدا. فهل ممكن لو عايز يقول حاجه ما هو هيقولها؟ هو المهندس عدلي بما له من قيمة كبيرة جدا لو عايز حاجة هيقولها، وبما انه رئيس شركة كرة القدم هيقولها، هيقول اللي هو عايزه. ولكن النادي الأهلي ما تعودش على هذا الكلام، وأكتر حد يعلمك الكلام ده عدل القيعي. يعني أكتر حد يعلمك النادي الأهلي بيعمل إيه وما بيعملش إيه؟ مهندس عدل القيعي. فأي حاجة بتبقى طالعة منه عارف هي رايحة فين، وما بيقولش كلام مرسل يعني. ما بيطلعش يقول كلمتين وخلاص. الكلام ده ما بيحصلش داخل النادي الاهلي، ومع المهندس عدل القيعي ما بيحصلش. فيديوهات موجوده على الصفحه الرسميه للقناه، خشوا اتفرجوا وشوفوا، لو حد شاف حاجه بيقول لي، او لو حد سمع حاجه يقول لنا، لانه ده لم يحدث ولن يحدث. لما يبقى في حاجه هتلاقوا من خلال الموقع الرسمي ومن خلال المهندس عدل القيعي في برنامجه هيطلع يقول لحضرتك بوضوح اذا كان هناك شيء هيحصل 1 2 3. ومن خلال كل البرامج 10 الصبح وهنا وهنا وهنا، كل البرامج لغايه الساعه 11 12 بالليل ولا 1 بالليل، لو في اي حاجه هنطلع نقول لحضرتك من خلال قناه النادي الاهلي والموقع الرسمي. الاهلي بيعلن تجديد عقد عمر بدير لاعب تنس الطاوله لمده 4 مواسم. كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بيعلن عن تجديد عقد عمر بدير لاعب الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة. أوضح أن بدير وقع على عقود التجديد لمدة 4 مواسم دون أن يكون له أي طلبات، مشيدا بعطائه مع فريق رجال تنس الطاولة
الأهلي في الفترة الأخيرة، وأشاد الكابتن خالد العوضي بالمستويات التي يقدمها الدير وتحقيق العديد من البطولات خلال الفترة الماضية، مؤكدا على أن اللاعبين أنه من اللاعبين المميزين ويلعب دورا كبيرا ومهما في فريق رجال تنس الطاولة في النادي الأهلي في ظل المنافسة الشديدة على البطولات والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوطات. وأكد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أن تجديد عقد عمر بدير يأتي في إطار الحفاظ على استقرار الفريق بالشكل المناسب للمنافسة على كل البطولات خلال الفترات القادمة. أيضا من جانبه أعرب اللاعب عن سعادته بالاستمرار داخل صفوف الفريق، مؤكدا بذل قصارى جهده في الفترة القادمة للوقوف على منصات التتويج. تفاصيل معسكر منتخب مصر في نوفمبر استعدادا لودية بلجيكا. استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على إقامة معسكر المنتخب على فترتين، على أن تكون الفترة الأولى من يوم 7 إلى 11 نوفمبر الجاري. وده ما أكده محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر، أن معسكر الفراعنة خلال الفترة الأولى سيكون بالقاهرة، وتكون للاعبين المحليين مع استبعاد لاعبي الأندية المرتبطة بالمشاركات الأفريقية خلال تلك الفترة من الاختيارات، بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين المرتبطين بالمشاركة في دوريات فرقهم حتى 12 و13 نوفمبر. أضاف أن الفترة الثانية لمعسكر منتخب مصر تستأنف يوم 13 حتى يوم 18 نوفمبر، وتكون للقائمة النهائية والمختارة من اللاعبين لودية بلجيكا المقرر إقامتها يوم 18 بالكويت. وقال أنه سيتم الإعلان عن القائمة المبدئية للاعبين في اليوم التالي لانتهاء مباريات الجولة الثالثة للدوري العام المصري. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. ودكتور جمال محمد علي يدرس مع فيتوريا سبل تطوير المدرب المصري. يعني نتمنى كل هذه الأمور أن يتم حلها إن شاء الله خلال الفترة القادمة. منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر وديا، واتحاد كرة القدم يتحمل تكلفة طيران الحكام إلى أسوان في مباريات اللي هتلعب لأسوان. أخيرا إن شاء الله قرعة بطولة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا يوم 16 نوفمبر وهتكون في القاهرة. انفوجراف عن تاريخ مواجهات النادي الأهلي والداخلية في الدوري العام المصري. بعد كده فاصل، وبعد الفاصل ضيوف البيت الكبير في المائدة المستديرة، الأستاذ جمال الزهيري، الأستاذ محمود صبري، الأستاذ سامي عبد الفتاح، ثم الأستاذ عصام شلتوت. انفوجراف عن مباراة الداخلية والأهلي، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل نستقبل ضيوفنا الكبار. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفنا ونجومنا الكبار. استاذ جمال الزهيري، ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بك كابتن اسلام. اهلا وسهلا. ايضا استاذ محمود صبري، ازيك يا استاذ محمود؟ مشرف ومنور. ايضا استاذ سامي عبد الفتاح، ازيك يا استاذ سامي؟ مشرف ومنور. استاذ عصام شلتوت، ازيك يا استاذ عصام؟ مشرف ومنور. استاذ جمال، خليني ابدا مع حضرتك. وقبل بس ما ابدا مع حضرتك، لان انا وانا بتكلم عرفنا انه انا كنت بتكلم النهارده عن فيما يخص كلاتنبرج. لماذا يتم تطبيق الشكل اللي بيعمله او اللي عايزه كلاتنبرج في اليونان، لماذا لا يتم تطبيقه في مصر؟ الحقيقه جالنا الرد على طول في ساعتها. يعني قال لك ايه؟ ان في مباراه، احدى مباريات الدوري المحله، اعتقد المحله ومين؟ المحله والاسماعيلي. المحله والاسماعيلي، الراجل حط على الصفحه الرسميه للاتحاد المصري لكره القدم في الفيديو، في جزء من التحليل، صوت ما بين حكم الساحه وحكم الفار. بيقول له في احتماليه فاول. خلاص؟ فنسمع برضو عشان يعني تبقى الدنيا واضحه. صوره كامله يعني. لسه بتجهزوها. طيب يعني برضو لان ده مهم جدا. لو ده حصل حلو جدا ان ده يحصل، ولكن هو في مشكله طالما حضرتك بتوري الجزء الخاص ان هو في احتماليه فاول. طب ما تخلي الناس تسمع زي ما كنت بتعمل في اليونان. خلي الناس تسمع النقاش اللي داير ما بين الحكم وحكم الفار، مع العلم برضو حتى بعد ده هناك فارق كبير ما بين الفيديوهات اللي كانت بتتعمل في اليونان والفيديو اللي بيتعمل هنا في مصر. الفيديو اللي بيتعمل هنا في مصر شرح هذه اللعبه، هي لعبه مباراه المحله والاسماعيلي ومش عارف ايه، وهي فعلا انا اتفق مع الحكم في مش عارف ايه. بص
هو طبعا الوضع الطبيعي ان هو يبقى عنده اسلوب عمل كلاتنبرج مش بيتغير في المكان حسب المكان. صحيح. يعني انت راجل بتشتغل بطريقه معينه، الطريقه دي مش هتختار ان انت تطبقها. مظبوط. في بلد وما تطبقهاش في بلد ثاني. استاذ كورس منهج. ايوه. وغير كده كمان بقى انت اصل ده ممكن يفتح المجال لايه؟ ممكن يطبقها في مباراه وما يطبقهاش في مباراه ثانيه. او اشمعنى المباراه دي تحديدا؟ صحيح. ايوه على حسب الاطراف. فلازم يبقى فيه اسلوب عمل. بس الكلام عن موقف كلاتنبرج كله يا كابتن اسلام كلام برضو محير ويفتح الباب لكلام كتير جدا. أيوة. منه من الكلام ده انه موضوع ان هو راح خد اجازه بدون مرتب شهر لمده شهر للتحليل. هل ده متبع فعلا؟ يعني هل هو يبقى معانا؟ يعني هو مرتبط بالاتحاد اليوناني مش كده؟ كمستشار، مستشار لرابطه الانديه مش للاتحاد. ماشي. وهنا مستشار برضو؟ لا هنا دي الوظيفه الرئيسيه بتاعته المفروض ان هو يبقى متفرغ لها. يعني والكلام الكتير المحيط بانه في حاله من حالات عدم الرضا بينه وبين رئيس اتحاد الكره الاستاذ جمال علام. نعم. ما دي كلها اجواء برضو مثيره للشك في بدايه الموسم. ده يخليني يا استاذ جمال يعني عايزه توضيحات، وارجو يعني ان احنا نتشارك في هذا الامر. نعم. الاساتذه الكبار حضراتكم نتشارك كلنا في هذا الامر. فضل. ده يخليني اقول انا ككلاتنبرج يعني اعمل ايه؟ ادوس على نفسي اكتر في الشغل. ايوه. اعمل كل ما هو كل اللي انا عايزه عشان احاول ان انا انجح التجربه دي يا استاذ محمد. او حاجه تانية بس ان هو يعمل اللي هم عاوزينه. ايوه. يعني عاوز اقول لحضرتك يا كابتن انا دايما هل هو قبل ما حضرتك تتكلم صح عند حضرتك حق ولكن انا دايما ما بتكلم بايه؟ نص الكوبايه المليانه. طبعا 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 ما احبش اتكلم في الامر ده على الرغم من ان كل الشواهد او معظم الشواهد بتودينا للكلام اللي حضرتك بتقوله ده. اتفضل. عاوز اقول لحضرتك على حاجه. هل هو لما جه خد مثلا شهر الاجازه بدون مرتب كان وليد النهارده ولا كان اتفاق من الاساس؟ اتفاق من اسبوعين. يعني هل اعتقد لو جه قاعد معاهم واتفقوا ان هتولى هنا ما قالهمش انا عندي كاس العالم؟ اتفاق من اسبوعين يا استاذ محمد. اتفاق من اسبوعين. انا بقول لك يعني انا الصوره واضحه. لكن انا عايز اقول لك على حاجه هنا نقاط الكلام اللي هو بيتسرب بيترمي لك ده. بص تروح مرميه لك جمله ايه ده الاستاذ جمال علام مش عايزه غاضب معاه اثنين ثلاثه ليه يا عم مش عايزين متضايقين منه يا عم مش عايزين عاوزين نخلص من الحدوته. طب هو مين اللي جابه؟ يعني هل اتحاد الكوره من داخله فريقين ولا فريق واحد؟ ضغوط المفروض ايه؟ فريق واحد طبعا. لكن هو صاحب الفكره مين؟ كان كابتن حازم امام واللي طرح الاسم من البدايه كان الكابتن ميدو. يعني هو اللي قال يا جماعه وبدات العمليه طرح في البدايه. صحيح. عشان تكلم الراجل بدا يعمل حاله حلحله في الشغل. يعني ايه؟ بدا في حاجات انت تشوفها لانه اللعيبه عندنا اتعودت على تحكيم من نوع اي فاول. زقني ده مسكني من مش عارف من صباعي. عارف انت بانت الامور دي واتضحت في المواجهات الافريقيه في الكاميرون ان الحكم ما بيصفرش على كل لعبه. في مواجهتينك مع السنغال انت برضو كنت بتقع منتظر حكم يبص عليك عشان يديك فاول مش هيديك. بص الراجل على ما يبدو انه بدا يزعج ماشي مش عاوز اقول الصقور لا ده اشد من الصقور. في اشد ايوه لا في بدا يضرب في مناطق انت ايه انا مش عاوز انجحك. ما هو نجاحك ده هيدمر على القديم والجديد ومش هيخلي حد يرجع. زي ما احنا قلنا لو الراجل ده جه فجاه قالوا له مع السلامه انا بقول لك هيبقى معاه قد كده وهيطلع يقول اللي هو عايزه محدش بقى وقتها ما هيتكلم. الراجل ماشي بخطه كويسه عاوز تنجح المنظومه يبقى انت ايه لازم تحافظ عليه. طب هو لما جه قال لك انا عاوز اروح شهر خلاص انت من الاول ما كنتش واضح ليه معانا يا استاذ محمود. يعني هو ينفع ان في حاجه اسمها ناجي دلوقتي واجي مين اللي هيدير يا انا بقول لك لا ما كنتش مين اللي هيدير. عارف حضرتك لو حد مثلا ايه من الحكام لا يدير كنت هقول لك ماشي. لكن مدير الاضاءه يعني هو مين اللي هيدير اللجنه؟ صحيح. حد من اللجنه مثلا ما انا بقول لك يا كابتن ده يرجع لمين؟ لكن رئيس اللجنه نفسه اللي هو معتمد عليه او اللي انت بتتمحور عليه كل الامور. صح. ما ده يا كابتن بقول لك ايه كان الاتفاق من الاساس كده. في حاجه في الاتفاق والكلام كان المفروض يبقى واليونان برضو ما كانتش مفكرين طبعا لا بس انهم هتبقى بال واستاذ محمود على فكره كمان عفوا يعني هي مش محتاجه اتفاق. انا متعاقد معاك ماشي لفتره زمنيه صح؟ طبعا. الفتره الزمنيه دي انت بتاعي معايا يعني انت شغلك معايا انا مش شغلك. يعني مثلا
هي مش مسألة ان هو هياخد مرتب او لا. لو انت اختصرت المساله في المرتب يا استاذ جمال، هي مش قصه مرتب. محمود بيتكلم عن الخبر. ايوه يا حبيبي، هو اختصر الموضوع في المرتب يا ريس. انا بكمل كلامك. معلش برضو علشان نبقى بنتكلم بمنتهى الواقعيه، خلينا نطلع نشوف الفيديو لو جاهز يا شباب. جهزتوه؟ جاهز. نسمع الفيديو اللي اتعمل في مباراه المحله والاسماعيلي ونرجع نكمل، او نشوف الصوت هل ده زي بتاع اليونان ولا حاجه ثانيه، ولا الامور ماشيه ازاي، لانهم قالوا اي تي ومش اي تي والكلام. المهم خلينا نسمع ونرجع. تلغى هدف يا حمدي فاول. ارجع تاني، ارجع تاني. ايه كرة فاول. ايه عارفين تقريبا هو حاسب الخبطه فبيقول اي، يعني قصده عاش معاها. يعني انا برضو حبيت ان انا اوري ان هو او اقارن ما بين اللي هنا واللي انا مش فارق بقى. انا اتمنى ان ده يحصل، واتمنى ان انا اشوف حاجه احلى من كده. انت بتتكلم على اسلوب عمل، ولكن يعني انا بتكلم عن اسلوب عمل وطريقه عمل. حضرتك بقالك بتقول انا جاي اخد شهر اجازه. يا جماعه هو في حاجه اسمها كده؟ خلاص انا بقول لك من المسؤوليه يا حبيبي. في اللقاء السابق انا قلت لك الراجل ده على ابواب الرحيل. انا شايف كده بصراحه. في اجواء لا تساعده ان هو يعمل اللي هو عايزه. ومقدمتك انت شرحت كتير قوي في ان في استاذ جمال علام واخرين مش عايزين وش وتصريحات اللي اساره سؤال ما كانت واضحه ثلاث مرات وبيتكلم عنه بطريقه انا غير راضي. الراجل خطواته مرتبكه. راجل يعني زي اللي بيحصل. يا ريس مش خطواته مرتبكه والله، هم لا عاوزين يفشلوا المهمه. أيوة. بشكل او باخر فبيصدروا اللي هم عايزينه بيربكوه. يعني فكره الاذاعه اللي بيحصل في غرفه الفار ده صح ولا مش صح؟ لا ده صح. صح النادي الاهلي طلب بيه وهم هيوافقوا عليه ولا مش هيوافقوا عليه؟ اذاعه خلاص. الناس قالت ان هو اذاعه وجبنا اللقطه دي فتفوته صغيره. انا اساس لو عجبتنا يبقى يجيب لنا منها يعني. هو برضه يعني ما حتى لو فتفوته بعد كده تجربه يعني. تجربه بس. لكن انا بتكلم عن الشكل العام يعني. بس رايي ان هي هتثير جدل شديد قوي. ما هو لازم يا استاذ سامي تثير جدل علشان تخرج بفائده. ما فيهاش حاجه في مصر غير اليونان. اوكي. الثقافه والاعلاميه يعني حضرتك ضد هذا الامر؟ لا تحفظها. يعني اتمنى يكون يعني عندنا ثقافه. لا الحقيقه انا شايف ان ده يجب ان يكون الصوت كمان واضح يعني اللي بيحصل، لان ده هيؤدي الى ايه يا استاذ؟ وجهه نظري طبعا. وجهه نظرك تحترم طبعا. لكن انا بشوف ان ده قد يؤدي الى انه خلاص هو بيعمل حاله صدمه للكل. وبالتالي مفيش حاجه تستخبى. مش حاجه هتستخبى. وده الصح على فكره. وده الصح. ممكن الحكم الساحه يختلف مع الفار. يختلف. هي المباراه مش هتعاد. في الاخر هو صاحب الحكايه. في الاخر الحكم الساحه هو صاحب القرار. هو صاحب القرار. يعني لو حكم الفار قال له دي ركله جزاء وحكم الساحه راح شافها في الفار ان هي مش ركله جزاء من وجهه نظره، هيرجع يقول لك الحكم. خلص الكلام. نتمنى واعاده اللقطه مش هتعيد المباراه. واعاده اللقطه هي لتوضيح الاخطاء. يعني مش يعني اكتر. كل الثقافه دي موجوده عندنا ونخلص من اجواء الشحن. يا سيدي مش ارحم من الاستوديوهات اللي بتعيد صحيح. وتحلل ما هي زيها بالعكس. دي اوضح. دي المسؤول بيراجع نفسه على الاقل. ده يا استاذ جمال لقطات تعليميه. ما احنا مش هنمشي لقدام الا لو عرفنا احنا واقفين فين ومحتاجين ايه. صحيح. وبالتالي دي لقطات تعليميه ملهاش دعوه. أيوة. بقى باللي بقى يقول له هات البرومو وهات مش عارف البييرو وبص بقى الخطوه دي في شعرايه طالعه من جنب الشنكار. لا الراجل هيتكلم في صحيح القانون. لكن هو بتسمع برضه يا استاذ عصام ما يحدث ما بين الحكم طبيعي جدا الساحه وحكم طبيعي البار. جدا يعني الناس يعني ما بتتكلمش في اسرار. اعتبر دي الله ينور عليك كابتن. اعتبر ده اللي هو نتيجه الامتحان مثلا عشان الناس تعرف يمكن غلط. ما هو الغلط ده مش هيمشوه، هيقولوا له المره الجايه بقى حضرتك عشان في صندوق. ايوه اعتبرها زي قمره القياده في الطياره وبرج المراقبه. طبعا ده حوار بين الاثنين. واحد بيقول طب سمعني انت قلت له ايه عشان ينزل في الضلمه اللي مش شايفها دي. بالظبط. فانا بقول لك معلش اسف كلينبرج انا شايفها تجربه سريه ومهمه جدا ولازم تكمل تحت اي ظرف ولازم اللي تولى الموضوع ده وجابه لازم يدافع عنه.
لانه هيتعرض لتشويه من كل ما تدخل الفتره. انا بدات اشعر، انا بدات اشعر ان الراجل ما كان قد وضعه من لقطه اطول من كده، لكن عد نط من المنور وراح ضارب السلك. لا فهمنا يعني انا بدات اشعر الراجل محمود ادانا دي اللي هو الراجل عايز يعمل الصح، فبالتالي يسمعك الصندوق فيه ايه وتمام وحضر اللقطات، لقاها طلعت بس يعني، وبعد كده خلاص الاي تي والاي تي هل تسمعني دي. انا سامعك. لا انا مش سامعك، انت فين كده بالظبط؟ بس ما فيش هنا خدمه تك اقفل. ليه؟ هو ده اللي احنا بنقوله، ان احنا عايزين نصل الى الشكل الطبيعي للي احنا بنشوفه بالظبط. هل جراه جلاتنبرج تتناسب مع تماسك اتحاد الكره؟ انا شك. دي نقطة مهمة، نقطة مهمة طبعا اللي هي اللي جوزيه بيتكلم عليها دي، صح؟ نقطة مهمة، هيكون اتحاد الكرة في ظهره؟ دي نقطة. لا مش في ظهره، لازم يكون في ظهره. يا أستاذ سامي، حضراتكم يمكن أساتذتنا في هذه الأمور. أنا دلوقتي جبنا الأستاذ إسلام إن هو يبقى ماسك أي حاجة. أيوه. حضرتك جبته ليه؟ عشان يعمل الاي حاجه، صح؟ هو عشان يعمل الاي حاجه دي وينجحها ويعملها حاجه، حتى الاي حاجه يعملها حاجه، صح؟ اه طبعا، صح مظبوط. يبقى انا لازم افضل واقف في ظهره. ما ينفعش ان انا ما اقفش في ظهره. ما ينفعش ان هو يكون بيعمل حاجه في اليونان. طب اقول لك حاجه، هل حصلت ان انا ما تحصلش في مصر يا كابتن اسلام؟ انا حسيت يعني. لا انا لا ثانيه يا استاذ جمال، انا حسيت. طب جايبه ليه؟ انا حسيت انك انت بتعمل حاجه ان انا مش هيبقى لي دور. انا اعمل كده اهو. لا ما انا عارف خلاص ان انا مش هيبقى لي، لا خلاص انا مش هيبقى لي دور، لكن هكون الانجح وهيشاور الجميع عليا ان انا الذي حولت التحكيم لنسخه محترفه حقيقيه. بس خلاص، لكن ده بعمل ايه بقى؟ هضربك في مقتل بقى. الله سرب لك عشان تمشي بقى. اسلط عليك عشان يطلع يقول كلمتين. ليه بقى؟ اقول لمحمود قول يا عم شوف الحدوته، ده الراجل ده كذا، فهبوظ لك ايه؟ الخبط لك المشهد كله. يبقى انت ما كنتش عايز واحد بهذه الجرأه. لا مش عايز، لا انا بقول لك يبقى انت مش عايز واحد بهذه الجرأه، انت عايز واحد كان يتكلم بالمصري، كابتن عصام بالمصري الكروي يعني، مصر اكبر من كل ده، لكن انت عايزه على قدنا اللي هو يقول ايه فيها وعليها، فيها وعليها 50-50 بر الامان. ما تعملناش مشكله يا ابني في الماتش. مصطلحات غريبه جدا، اكل عليها الدهر وشرب، وبالتالي الخوف، كل الخوف التواري ده اسهل نقطه ان هم مش هيبقى ليه. ليه؟ لان انت صاحب البيت، انت اللي جايب. هو اين كابتن حازم امام في هذه الامور؟ ما حدش يزعل مني بقى، لكن اين كابتن حازم امام؟ حازم امام مش هو اللي راح تعاقد مع أيوة الاتحاد بتوصيه من مجلس الاداره، مهمته ان هو يحميك كعضو له ثقله في مجلس الاداره، وبقاله اعتقد حازم بقاله كابتن حازم يعني بقاله ثاني دوره او ثالث دوره، فله ثقل في اتحاد كره القدم، او من المفترض ان هو يكون له ثقل وله اسمه المفروض يحمي الراجل يعني، يحمي الراجل اللي هو جابه مع اعتقد اللي انا فاهمه بكلامي مع كذا حد من الاعضاء اللي موجودين ان في 3 4 موافقين على هذه التجربه بالظبط كده. فلماذا لا تكون، لماذا ما يزيدوش عن 4 خالص؟ لا هم 3 وحازم. انا بقول لك يعني ما يزيدوش عن 4 خالص، ما هي 4 ضد 4 بالظبط كده، لكن الاربعه التانيين فيهم السيد جمال علي. طب اللي رافضين جلاتنبرج رافضينه ليه؟ ما احنا بنقول اهو، احنا بنقول اهو، احنا بنجاوب على السؤال اهو يا ريس. هم مش عايزين نجاحه. هيزلزل عروش سيطرة على المشهد. هل تعلم ان صديقنا الراجل الراجل الجميل مجدي الشيخ ده اللي راح مراقب قال لك كان معاه مراقب تاني عطلته حادثه سير، يا رب يكون، يا رب يكون بقى كويس الحمد لله. ابنه محمد مجدي الشيخ حكم مساعد. مش معقول كده يا جماعه. وبعدين انت رايح مراقب، طبعا البروتوكول بيقول الاتحاد له ميداليات المراقب او المراقبين ليهم الكل كليله، حتى المنسق الاعلامي، حتى خاصه في البطولات غير المحدده اللي هي زي السوبر، الحاجات اللي هي تحمل قوه وفيها منافسه اللي بتبقى افتتاحيات مواسم وحاجات كده. طب انت رايح في كل المشهد ده تجيب ميداليتك وميداليه رئيس الاتحاد وتعدي على البنج ده علشان حتى الاستاذ جمال لم اتخض، لا جاي داخل في صدره كده، فمش عارف في ايه، فكره يقول له في حاجه في البروتوكول، في حاجه، انت واقف مراقب يروح حاطط له الميداليه واخد ميداليته ونازل من السلم الثاني. يا سيدي الفاضل هتجيلك لغايه عندك، هتجيلك لغايه عندك. فالناس اصلا بدون تريننج بدون اي حاجه، ومحدش يزعل، راجل صديقنا وراجل جدع وابن بلد، انت لازم على فكره تقول كل ده عشان يفكروك ما بتحبوش. ايه ممكن بكرمه
بكرر من استاذ جمال هاتوا اللقطه وانتوا تلاقوا الكل راح باصص كده هو عامل كده ليه؟ هو اداله الميداليه تكريم ليه؟ محدش قصده يعني كان وبعدين لا تحدث ان رئيس الاتحاد يعني يعلق الميداليه يا محمود ده اتحاد الكره المصري يعني لا يجوز ميداليه مجدي الشيخ مش ميداليته لا الاثنين هو خد ميداليته معاه والله؟ اه انت وصلتها للتضحيه من اجل رئيس الاتحاد هو خد ميداليته ليه؟ لانه عرف اكيد فجاه انه في ميداليات للكل طب هات بقى ميداليته هات ميداليه رئيس الاتحاد الراجل راح عشان يعني ماشي يا استاذ عصام كل الحاجات دي كلها امور ممكن نتكلم فيها يا كابتن اسلام دي بتوضح انه محتاجين نخلي عم مجدي الشيخ لانه بقاله من زمان في منطقه الصعيد وكذا لكن كان بيجي مع ابويا حرب ويمشي مع الكابتن سمير زاهر الله يرحمه لما يجي سمير زاهر وهكذا فناس محسوبه على ناس يا عم طب عدوهم احنا مش ضد ان ناس تبقى عندها يعني مجموعات واحنا اشتغلنا مع حرب بيه ربنا يا رب يديله الصح وكابتن سمير وكنا بنرى فيهم كذا ونروج لكن بالصح بقى او بالاقرب للصح يا اخي خلينا نبقى صراحة انا شفت الكابتن محمد حسام الله يرحمه اللي وقع حرب الدهشوري حي يرزق الراجل اللي ما حطوش اسمه على الارض اللي بذل فيها الغالي والنفيس وبمساعده مصر عشان يجيب ما حطوش اسمه على ربع رخامه ما قالوش حتى للراجل اللي جه ركب الرخامه ما علينا لكن اقول لك شفتهم على باب اوضه المجلس حد سخن ابوها حرب انه محمد حسام ما قالوش على حكام الاهلي والزمالك لانه كان قال له التحكيم عندك وقد كان في الموسم ده التحكيم عند حسام طلع له على المكان اللي بننزل منه الله يرحمك كابتن حسام نازل من فوق وقال له ايه يا حسام وانا بقيت جمهور كابتن حسام قال له ليه؟ قال له عشان الحكام مش عارفهم انا اللي في الاستاد ولا ايه؟ قال له يا حرب بيه مش انت قايل لي كده؟ قال له لا ده كلام ما ينفعش لحصافة الكابتن حسام وانا واقف كنت اقول له يا كابتن حسام روح ورا حرب بيه دخل لقيت هو راح وراه وخرج الاثنين متفاهمين وطبعا طلع ان حد عايز يقول له حسام مسيطر لكن في رجالات كانت بتجمع مجموعه عشان تقود الكره المصريه في الاقرب للصح ما احنا مش عايزين نقول لهم بلاش في التحكيم في الادارات المعنيه في مين يبقى عضو ومين لا ياما مع الاثنين دول رحمه الله على الكابتن سمير ياما كان بيبقى معاهم ناس على فكره في الانتخابات وما يدخلهمش على البورد حلو جدا الكلام ده لكن برضه يا استاذ جمال خلينا نسال سؤال واضح هل حضرتك شايف ان هناك اختلاف ما بين السنه دي والسنه اللي فاتت هل هناك اختلاف ما بين وجود كلاتنبرج وكابتن عصام مش للدرجه اللي احنا نتمناها لسه بدري يعني طبعا الموسم لسه في بدايته بس اللي يخوفك ان الاجواء اللي هي المفروض تتوفر له لكلاتنبرج مش كامله ما هو انت النهارده زي ما حضرتك قلت كده انت متعاقد مع راجل بالدولار او بالاسترليني او باليورو عشان يعمل مهمه انت بتتمنى ان انت تنجزها صحيح اللي هي النهوض بالتحكيم نعم مش على فكره يعني مش على فكره انك تعمل الدوري الممتاز حلو بس لا تحكيم اصل اللي انا عارفه برضو ودي كارثه الله اعلم اذا كانت صح ولا لا ان هو مهتم فقط بدوري الممتاز بس كبدايه ايوه معلش هو كراجل خبير انت جايبه على حسب التعاقد بتاعه انا ما أيوة. اعرفش التعاقد لا بتاعه انت كراجل خبير لازم تكون واضح من البدايه المهام الموكلة اللي هم قالوا له رئيس دوري ممتاز بس طيب ما هو يا جماعه الدوري الممتاز ده طب وبعدين يا استاذ يا فندم الدوري الممتاز استاذ محمود قال ايوه انا سمعت الكلام ده ايوه من حكام ايوه وبعدين في الدرجه الثانيه طب الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه لا بيقول لك عشان كده جابوا له ثلاثه عشان هو ما يعرفش يعين ولا يعرف ولا هيعرف اذا انت ما جبتلوش ده طيب. لجنه تشتغل مش هيعرف يبقى انت لازم يبقى عندك برنامج عمل خطه هتشتغل فيها ان شاء الله على مراحل اوكي يعني مش لازم النهارده تخلص كل حاجه وده اللي احنا دايما نقوله يا كابتن اسلام ايوه لما تيجي لا لما تيجي تتعاقد مثلا مع المدير الفني لاتحاد الكوره اوكي ايه هي المواصفات بتاع الوظيفه الجوب ديسكريبشن انت جايبه يعمل ايه واحد اتنين تلاته اربعه يقول لك هطبق السنه دي او الشهرين دول رقم واحد ورقم اتنين وهيبقى عندي في الخطه رقم تلاته ورقم اربعه مظبوط انما لو هي ماشيه كده احنا اللي هنعود الكلاتنبرج احنا اللي هنخليه زينا مظبوط يعني انت جايبه يطور التحكيم الراجل ممكن يخش في متاهات واخد بالك وتخليه هو بيشد في شعره وفي الاخر يزهق ويسيبها لك
يبقى انت ما استفدتش حاجه وترجع تبتدي. خلي بالك طيب ما هو بعدين برضه يعني المشاكل التعقيب كتيره قوي عميقه ماشي. ما يبدا من الممتاز كانه بيصلح القاطره اللي هتجر القطار كله اللي هو الفاترينا يعني مهم جدا يكون. انا ما قلتش لا انا ما قلتش لا بس لا هو مهمته معلش اسمعني برضه ان هو يبقى مركز على الدوري الممتاز لكن في ضمن خطته وخطه عمله هيعمل ايه بعد كده؟ فلان وفلان مسؤولين عن القسم الثاني الدرجه الثالثه الحكام اللي هم بتوع المناطق دول. خلي بالك هو ده طلبه لسببين بس فوجئ بمفاجات صادمه بالنسبه له حسب فيه يا استاذ عصام قبل ما تكمل. اول حاجه ان عنده 500 حكم وهو قال ده رقم خرافي. طيب قبل ما تكمل في بلد فيها 500 حكم كبير يعني ولا زي ايه؟ كبير كبير جدا من وجهه نظره. ثانيا قال لك ان القطاعات والحاجات دي بيروح لها حكام من فوق ومن الدرجه البيه اللي هي الثانيه المفروض. ايوه تحت اشراف مين؟ ما هو بقى عايز يعرف. مهمه جدا لازم تحدد مين اللي جاب دول هنا. لا لازم تحدد مسؤوليه يعني النهارده لما يبقى في عندك الحكام اللي هم بتوع المناطق والكلام ده عارف مسؤوليه مين؟ المنطقه لوحدهم كده. طيب ماشي ايوه اللي مسؤول عن المنطقه. ايوه لا يقول لك بقى الاستاذ محمود صبري اللي هو ماسك مش الاتحاد اكس. ايوه ماسك منطقه فانا هروح للاستاذ محمود صبري وانا رئيس نادي مثلا او صاحب نادي او بتاع اقول له والنبي الماتش الجاي عندي ماتش مهم حط لي ثلاث حكام كويسين. ايوه دي ماشي يا اخي عاوز اخد بطوله اجيب له حكم كويس مثلا. هل ده ممكن يحصل؟ ايوه هي ماشيه كده. هي ماشيه كده. هي ماشيه كده. انت ما بتعرفش كده. عشان كده انا اللي بطالب بيه حاجه يعني مش صعبه او هي صعبه لكن محتاجه انك تهتم بيها. صعبه دي صعبه جدا. ايوه انك لازم يبقى في بينك وبين قاعده الحكام لينكات تواصل. امال هتجيب منين تطلع للدوري الممتاز؟ يا استاذ جمال مع كامل احترامي ليك الراجل اصل انا بدفع مش انا اللي بدفع فلوس. ماشي الدوله بتدفع فلوس. حلو الكلام. طيب انت جبته منه. يعني انت جايب عشان تعمل ايه؟ عشان تطور. تعمل نهضه وتطوير في الحاجه. ايوه تساعده ولا تحط له بقى ترمي له بقى انا جايب واحد اساعده يعمل الولا حاجه. اساعده هو جاي هو يعمل الولا حاجه. اجي انا ازقه وثلاثه غيري اقف ضده. اقف ضده لا طبعا كل ما يجي داخل من الباب بالولا حاجه يقولوا له الباب واسع. الباب ما هو ده السبب. مين اللي بيوفر له المناخ المناسب للعب؟ انت حاضر كوره واحنا بنسحب واحنا بنقول ايه واحنا بنقول ايه؟ طب ما انا ده اللي بقوله والله. ده اللي عايز اقوله انا مش مختلف. هو مش مقصر يا استاذ جمال. نسمع بعض. طيب وفر له انت وفر له الاول. انا مش انت كعصام. ما اتحاد الكوره مش عايز يوفر له يا استاذ جمال. طب ما يوفر له. امال شغلته ايه؟ انا عايز اعرف خطه الناس دي اللي تحت ال 500 قالوا له مالكش دعوه بيهم. مش مالكش دعوه. مش هياخد 500 حكم يا استاذ جمال. ده راجل بيفهم عشان يبقى محسوب. حكم ايه؟ هو انا لما اكون مسؤول عن مؤسسه فيها 1000 موظف انا بعرف كل الموظفين لا طبعًا. شخصيا لا القياس ولا بختار قيادات؟ لا القياس مع الفرق. ايوه القياس مع الفرق. أيوة. بقى بيبقى عندك قيادات قال لهم هاتوا ناس عشان المناطق. جابوا له ثلاثه اهو. وعشان يقول لك لجنه عشان اكتشف انه حتى القطاعات والناشئين كان يفترض ان في معاهم حكام بيقول لك 18 سنه ما لقاش 18 سنه دي ما فيش. وبالتالي عايز مسؤولين عن المناطق ومسؤولين تانيين يقولوا له ابرز الحكام عشان يحطهم في الخطه زي الدوليين والدرجه الاولى. انا بقول لك بقى كلام انا مسؤول عنه. ماشي. ولا حد هيجيب له دي ولا دي ولا دي. طيب بقول لك لان الولا حاجه بقى الراجل مش بقى وخلاص. خلاص نمشي الراجل على طول. راجل عفريت. لا عفريت برضه. طيب بما انه رجل عفريت خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نشوف عفريت ازاي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. انا عرفت مين العفريت فمش هسال. لا شاطر يعني شاطر. والراجل ده شغلته يا كابتن في عجاله كده راجل فعلا زي الشركات اللي عندها احلال وتجديد. الشركات صحيح. اللي بتقوم حاجه على رجلها يعني. مين ده يا استاذ عصام؟ مستر كلاتنبرج. فمش هيفرط في الفرصه دي. ايوه لان مصلحته هتتضرب لو خرج من هنا غلطان. عشان كده انا باني ده تحليلا. مش هيمشي من هنا ان هو فاشل. اخاف من حاجه واحده. لا بس طب معناه اللي بيحصل ده ايه؟ ما انا مش فاهم برضه. المهم لا يا اجواء يعني لو حد قاعد بيسمعنا دلوقتي يا استاذ عصام هيقول لك يا استاذ عصام انتوا بتقولوا كلام عكس بعض. ليه؟ لان حضرتك بتقول او انا بقول انا اسلام بقول ان هو هناك من يحاول ان هو يفشل هذه التجربه. وحضرتك بتقول لا مش هيفشل. هو هيعمل ايه بقى؟ هيجمع لقطات زي كده وعمال يسجل. في اليوم ده قطع النور، في اليوم ده كنت هقول كذا. انتظارا لاي حركه خلع ويطلع بقى يعمل مؤتمر صحفي
هنا في ذا صن في اي حته وتلاقيه بقى ايه تعالوا بقى اقول لكم كشف حسابي ها في عام الاتحاد المصري لكره القدم. عام؟ عام المده هو يقعد يعني لا هو مش هيقعد يعني عام دي يعني لو الراجل قعد عام يبقى اعتقد ان هو هيكون له نجاحات يعني انا اخشى اكتر حاجه اخاف منها يعني انا على فكره انا يعني انقل مع تجربه البيت الكبير مع تجربه قصدي طبعا طبعا الحكم الاجنبي احنا كل ده عايزينه يشتغل في اجواء مثاليه واجواء كويسه. الخوف بقى كل الخوف انه من الضغوط والحاجات اللي بتتعمل حواليه انه يشتغلها على قد الشغلانه يعني دي البدايه اللي قالها خوفا من انه يبقى دي البدايه اللي قالها الاستاذ تبقى يعني رايح دماغك يعني رايح دماغك يعني سبوبه رايح دماغك ماشي حالك يعني انا ده اللي خايف عليه. اتحاد الكوره قصدي الدوري المصري محتاج اصلاح تحكيمي فعلا ايوه لو لقى التيار عالي ممكن يشتغلها سبوبه بدل ما يطور التحكيم هو يقعد شهر في شهر في شهر السنه تخلص بس هو مش هيشتغلها سبوبه زينا اخي برضه ايه متنوره شويه ما هو ده الذكاء بقى ما هي سبوبه بالانجليزي يعني ايوه بالشمال سبوبه بالشمال سبوبه بالانجليزي بالظبط كده سبوبيه فابستروف اس ده هيكون في رصيده في يعني نجاحه في مصر لا هيعملها بذكاء بالظبط هيعملها بذكاء اتمنى الكلام ده يحصل يا استاذ سامي ان شاء الله لانه 18 نادي محتاجين الاصلاح التحكيمي بجد يا كابتن صحيح لان كل موسم بنقول بطولات ماتشات بتبوظ صحيح بطولات دوري كامل بيبوظ دوري كامل بيروح من جهود ناس بتضيع سنتين بسبب التحكيم بالظبط فيعني وده بيأثر على المنظومه كلها يعني فبالتالي يعني انا شايف وجود الراجل لعله خير لا ان انا مش لعله خير بقى يعني لكن برضه فكره ان وجود التسريبات اللي طالعه ان الحكام زعلانين من اللي بيعمله برضه دي غريبه جدا ما انا مش عارف انهي حكام هم ما قالوش انهي حكام هو التسريبات هيقول لك ما هو ده الطرف الثاني بقى ايوه الطرف اللي عاوز يفشلك ما هيعمل لك ايه؟ هيستخدم ادواته فانه راح عامل لك ايه؟ والحكام زعلانين وانت لو جيت سالت حكام يقول لك احنا حاسين باريحيه دلوقتي ما عليهاش ضغوط والراجل ده بيشوف كويس وبيختار كويس وما عندوش ايه؟ الوان ما قالوش خلي بالك يا محمود الماتش ده كذا كذا يا كابتن الراجل من المشهد في شغل بيتعمل بامانه شديده واضح حتى لو ممكن انا اقول لك ان انا يعني ابديت علامه استفهام حوالين اختيار مثلا لحكم ماتش السوبر اللي هو صار الجدل حواليه مش على مستوى الحدث ممكن اقول لك دي فيها هنا لكن اهو على الاقل حكم اجنبي والماتش عادل لان ما سالت بس هو اللي عارف لو حكم مصري حكى الحكايه اي حاجه انا عارف لو حكم مصري ما كانش ممكن الماتش عدى على طبعا طبعا لكن انا عاوز اقوله لك انه طب ما كان هو يمتلك الجراءه لو هو عارف وعنده ثقه كان يقول لك ايه لا حكم المباراه حكم مصري كراتين كبير لكن انه حاسس من الجو اللي حواليه والمشهد اللي هو شايفه وقراه والتليفونات اللي بتجيله والناس اللي بتكلمه على فكره ده في ناس بتتواصل معاه وبتحكي معاه وبتكلمه والدنيا الراجل حاطط في اعتباره انه برضه عاوز يروح في حته كويسه انه برضه هنا لما ينجح هنا هتعمل معاه رد فيه اكتر من اليونان طبعا ده شغله عشان فكره ده شغله طبعا فده يا كابتن اسلام اللي انا عايز اقوله لك انه لا في ناس مش عاوزه المركب تمشي لانه في ناس والمركب ماشيه بتقع وتاريخها بينتهي فلا صلاحياتها لا صلاحيتها خلاص فانا دلوقتي انت ايه ضربتني فين؟ انت ضربتني في اكل عيش مع كامل احترامي فانا دلوقتي بقى مهمتي ايه؟ اطلع لك ايه؟ الحكام متضايقين حكام مش فاهمين حكام ما يعرفش يتكلموا معاه ده هو بيتنطط عليهم بس كان النهارده برضه انا بكلمك اهو يعني انا اخر خبر قريته النهارده ولسه يعني كنت بقرا فيه دلوقتي انه ان اتحاد كره القدم قال ان هو سيتحمل تكاليف الحكام للمباريات اللي في اسوان. اعتقد ان ده شيء جاي. ده لازم شريفه الطياره. ده لازم طبعا. ايوه ما هو ده ما كانش بيحصل يعني قدامنا احنا الخبر اهو ما هو زي ما بقول لحضرتك انه في حكام تروح بالقطر الاسبوع اللي فات اسوان. نعم؟ حكام راحوا بالقطر الاسبوع اللي فات. يعني هو قال بقى اللي جاي ماشي يعني برضو ان الخبر ده يطلع ما هو ده حاجه كويسه حاجه ايجابيه عشان ما تبقاش كل الامور كلها سلبيه بسلبيه بسلبيه لكن لما يجي خبر قدامك ده حاجه كويسه يخص هذا الامر فهو اعتقد ان هو شيء جيد عموما نتمنى يا رب انا شخصيا احنا بنقول كل الكلام ده بس اخيرا برضو كابتن في الجزئيه دي اتمنى زي ما قلتها مع حضرتك قبل كده ان الحكام بتوع الماتشات الحكام المصريين يعاملوا معامله الفرق اللي بتروح تقعد في فنادق
ليله المباراه. هو بس كده يا استاذ جمال؟ ايوه يا كابتن. ولازم وهو رايح زي الحكم الاجنبي بجد بقى، حتى لو في استاد القاهره يبقى رايح بعربيه هو والطاقم. أيوة. ومعاه واحد من العلاقات العامه كمان بتاعت اتحاد الكوره. ايه المانع الناس على الباب؟ طبعا بقول لك ايه المانع ان حكم المباراه يا كابتن اسلام بيبقى عنده شغل الصبح؟ لا ايه المانع؟ لا هياخد اجازه، بياخد تفرغ. لا هياخد تفرغ وياخد اجازه، يروح يقعد بدل ما يجي قبل الماتش لوحده زي الحكم، مش عارف سكته فيها ايه. ماشي في الشارع هو وظروفه. طبعا على فكره والله زي ما انت بتجيب الحكم الاجنبي ده من اول ما ينزل المطار لغايه ما يروح وهو 100 100، هي هي الحكم المصري ده ما هو ابن ناس بقى. لا ما هي هي خده بقى بيته الليله دي، مش الفرق بتروح تعمل معسكر طبعا. بيته في اي اوتيل يا عم؟ على حساب الاتحاد. بس دي توقيتات يا استاذ، لازم على حساب المصاريف بتاعه الماتشات يا استاذ. أيوة جمال، ما الماتش بيكسب فلوس بيصرف منها على الحكم والتامين وكذا. اتمنى بقى ده. دلوقتي هو رايح هنا في ملاعب القاهره حتى. ليه ما يروحش واحد من العلاقات العامه اللي هم بيروحوا هم يتفرجوا على الموتوشه؟ اتمنى ده في اداره اسمها العلاقات العامه. ما تروح يا اخي عامل بادج كده، جاكيت بتاع اتحاد الكره المصري، وتقول ان الفان دي بما ان الطقم بقى كبير، مساء الخير يا فندم، معايا طاقم التحكيم. ليه تسيب ده يروح بعربيته وده واحد صاحبه موصله؟ ليه كده؟ ايوه ليه؟ مش يعني يبقى معرض لكل المشاكل. بس هل ده يتم تطبيقه في ايه؟ في كل الدوري. المسابقات طبعا، كل مسابقات الدوري على الاقل. الدوري ممتاز يا كابتن لغايه اما تبقى سمه يا سيدي. نعم. في دوري ما بعد ده نلاقي وسائل اقل كلفه. بس يعني انا عايز اقول لك حاجه، اصل التحكيم لو ما ظبطش بقى من الاخر يعني. ولا تقول لي على فكره، اول حاجه في غيبة الرعاية ليست اقتصاديات والكلام ده، انسى. لا، كل الحكاية الناس بتشوفهم سبحان الله لما بيروحوا يعملوا سوبر ومش عارف ايه بره مصر، تمام، يلاقوا انتظامه بالساعة وبالثانية. هنا هيرى عليه وهو لا عارف الماتش هيكمل بالتحكيم ده ولا لا. والزبون اللي انا براهن انه يشتري منتجاتي زهقان وحاسس ان فيها لعيب شيحة في الملعب، صح؟ والجمهور مش لاقي حد ينسق معاه، اللهم الا لولا شركات وطنيه تذكرتي وكذا. والراجل المخرج جاب صحابه معاه هنا، ده في ناس شعرها ابيض احنا عارفينهم من التلفزيون يا جماعه. بنشوفهم من واحنا صغيرين. بنشوفهم يعني من واحنا قدهم يعني، بلاقي اللي هيزعلوا. ايوه احنا قدهم. ده لو ما انضبطش راي ليه يا عمي؟ ما هو يراعي فلوسه احسن. انت مش بتسعى لتطوير كل عناصر اللعبه؟ المفروض كل عناصر اللعبه اتطورت ماديا وشكليا وكل حاجه الا هذا المجال. دون تطوير التحكيم كل العالم بيقول كذا. العنوان الرئيسي اذا اردت ان تطور كره قدم في بلاد طور التحكيم. طبعا. الراجل بوشكاش قال انه الزمن لما قالوا فزتوا ازاي باليورو كانوا ايه، ما فرقه يعني ما لهاش حل. قال لك انه الزمن ومسؤول في الاتحاد وهبنا حكام لمده 4 مواسم. وإذا ده اتطبق الحكام يدعوا لنا بالخير يعني. يدعوا لنا وهم كده كده بيدعوا لنا بالخير. طيب خلينا نروح بقى لنواحي فنية شوية. وإذا كنت بتكلم عن الدوري العام المصري السنة دي، أعتقد إن الدوري العام المصري السنة دي يا أستاذ محمود بادئ بشكل جيد. النهارده هو عندك كان في مباراة قوية جدا ما بين البنك الأهلي والسيراميكا. كانت مباراة حلوة، اللي اتفرج على المباراة دي يشوفها مباراة حلوة. لا أنا أقصد دوري العام. أنا بقول لك على أنا بقول لك المشهد الثانية وبدايته في الثالثة. المشهد يعني كان المشهد العام. المشهد العام لولا بس الظروف، مسألة الإيقاف كان هيبقى إيه؟ هيبقى في تصاعد في المنافسة، في الحمية، في الحماس، في القوة. البداية والأندية عملت ميركاتو، في عندي عملت ميركاتو كامل ونص وربع، وفي ناس ما عملتش غير 2 3 لعيبه حسب الاحتياجات الفنيه اللي هي شافتها والمشهد. لكن مدربين اتصرف ونفاق كبير جدا. كل الحدوده دي كلها الناس منتظره تعمل ايه يا كابتن؟ انها تشوف بقى كوره وتشوف متعه زي اللي شافته في السوبر. طبعا المشهد عامل ازاي؟ طبعا ممكن. ممكن. وكمان عاوز اقول لك انه في فكره زي ما قلنا قبل كده مع حضرتك وطرحنا فكره، قلنا ان في فكره بتدرس حاليا من خلال 6 ملاعب هيبقوا بالساعه الكامله، خاصه مطبق فيهم كافه الشروط. يطبق عليها الشروط. فهو الشروط الكامله والكاميرات والكلام ده ممكن تبقى بالساعه الكامله، تبدا ب 15 و20 الى ما لا نهايه. فلان عاوز، لكن على المستوى الفني لسه المستوى الفني متباين حتى الان. الاتحاد عامل بدايه قويه جدا. نعم. بامانه شديده، وفي فرحه كبيره في اسكندريه طبعا. فوز الثالث 5 سنين الراجل محمد مصالحي والمجلس شغالين على يمكن من اكثر من يمكن من سنه 2000 او 2000 حوالي
20 سنه مثلا. الاتحاد ما بداش البدايه دي القويه جدا في المسابقه. المحل عامله حتى الان مع المدرب اليوناني برضو. انا كاتب مقال بكره في الجمهوريه على نفس النقطه. المحل برضو عامله شم نفسها واداء قوي لغايه جدا. فوز على الاسماعيلي، فوز على اسوان في اسوان، وتعادل في البدايه. سيراميكا بابا فاسيليو النهارده قايل عندما احتجت الى تجديد رخصتي التدريبيه لجأت لدراسة الأهلي، وعندما رغبت بالذهاب لنادي كبير لقضاء فترة معايشة دخلت الأهلي، لأن هذا النادي يمتلك ما يملكه أندية أوروبا بالفعل. كانت أفضل 10 أيام لي في التتش، وأود زيارة المكان مرة أخرى عندما تتاح لي الفرصة. سمي الله بمناسبة الكلام الناس قالها بقى نور يا عم فاسيليو. مالك يا عم فاسيليو؟ عم فاسيليو على فكرة يعني لا بص عامل شكل فكرني بنفس التجربة بتاعت الكابتن طارق العشري أيام منور جوزيه. أيوه نفس ادت صبغة للكابتن طارق. يعتبروا يعني الأب الروحي اللي في التدريب. طبعا. فتعلم منه كتير كلام محترم جدا من بابا فاسيليو المدرب القبرصي لنادي غزل المحلي. بس خلي عينه بارده شويه يا عم فاسيليو. لا مش عينه بارده، هو عاوز اقول لك انا شايف انه لما القطار الدوري ينطلق يكتمل الدور الاول هيبقى في لا في منافسه شرسه. واقول لك عشان تقول الملامح بتاعت المنافسه دلوقتي اقول لك لا، الملامح تتضح بعد نهايه الدور الاول اكيد بعد نهايه الدور الاول. لكن عاوز اقول لك ايه، طبعا احنا دخلنا في مثلا ظاهره اللي هي اقاله المدربين، يعني برضو كابتن ربيع ياسين قيمه كبيره. انا كنت اتمنى من نادي اسوان رغم الخسارات الثلاثه دي، وكانت ده شيء متوقع جدا في الكوره، لكن لسه انت بتكون عناصر وجايب عناصر جديده ولسه بتدخل وعامل ماتش كويس جدا قدام النادي الاهلي بامانه شديده. لكن ايه هي دي الكوره، يعني ما حدش بينتظر الماتش الثاني والثالث. وفي انديه برضو هيحصل معاها نفس الكلام، يعني مثلا جديده اذا لم يوفق في مع الاسماعيلي في الماتش الجاي ممكن يبقى عنده مشكله في الاستمرار. وارد على فكره في الكلام ده صحيح. لكن السبع مدربين اجانب لا شك ان الناس منتظره اداء قوي، شغل عالي فني. الناس عاوزه تشوف جمل، عاوزه تشوف شكل المدرب في الملعب عامل ايه، شخصيته ايه وسماته ايه، ايه اللي طور على اللعيبه، ايه اللي ظهر عليها. لا شك انا شايف انه هيبقى موسم ساخن، موسم قوي. طيب. هيبقى فيه متعه واثاره افضل من الموسم الماضي. استاذ يعني انا بضيف الكلام على استاذ محمود، انا شايف انه موسم مختلف عن الموسم السابق كله، اخر موسمين بالذات. يعني اللي كنا بنتكلم في عدد كبير من الانديه الجماهيريه كانت بتتازم في الثلث الاخير من جدول الترتيب. انا مع عزول الاتحاد النهارده والمحله بشكلهم الجديد هيبقى في ضغط على انديه مقدمه تقليديه زي الاهلي والزمالك وبيراميدز، هيبقى في ضغط جامد وفيوتشر. فبالتالي يعني صحوه الانديه الجماهيريه دي مهمه جدا يا كابتن اسلام. طبعا طبعا، لان بتمتلك داعم كبير جدا ان هي بس تمشي الخطوات الاولى بنجاح هتلاقي ان هي افادت الكره المصريه بشكل عام جدا. طبعا. فبالتالي انا بتوقع موسم مختلف وقوي جدا، وزي ما قال الاستاذ محمود الدور الاول اللي هيوضح لنا ملامح المهمه دي، ملامح المنافسه، وكله بيشد بعضه. طبعا. كله بيشد بعضه. طبعا. فيعني انا متوقع بالنسبه للاهلي بشكل خاص، يعني هو لعب ماتشين فاز ماتشين على الاسماعيلي بهدف وضرب جزاء بس السوبر على اسوان، بس السوبر هينقله نقله ثانيه. لعيبه الاهلي لازم تشعر ان هي اصبح عليها مسؤوليه كبيره جدا فيما هو ات. فبعد فوز بالسوبر الحمد لله، فطبعا اللي بنشوفه ان كولر طور كتير باداء اللاعبين. نعم. اللي هيتاخر في المسيره دي يعني ما عنده مشكله، مش هيسيب ولا ما يطوروا برضه الحقيقه شباله مكان. نعم. يعني هو مش هيسيب ولا ما يطوروا، ده كلامه اللي عرفناه مع اللعيبه انه لازم يبقى عندك مقاييس يا سامي تبني عليها، عشان كده ولا هيزعل حد واللعيبه كلها اعتقد حواليه. انا هاخد الجزء اللي قبل بس ما حضرتك يعني هاخد الجزء الاخير هنتكلم فيه عن النادي الاهلي، ولكن برضه يا استاذ عصام كان مهم جدا نسال عن
هناك 7 مدربين اجانب في الدوري العام المصري، هل لاحظت شيء مختلف؟ بمعنى ان انت شايف ان في خطط لعب، يعني الاتحاد مثلا ماسكه مدير فني اجنبي. انا اللي انا كنت عارفه من اسكندريه انه لم يكن احدا يتوقع النجاح هذا المدير الفني. صربي خلاص عامل شغل كويس، البابا فاسيليو في المحل عامل شغل كويس، بقيه المديرين. هل حضرتك شايف ان دلوقتي دول وجودهم اضافه على مع طبعا المدربين المصريين الكبار اللي موجودين؟ مفهوم قصدك طبعا، انت تقصد لما بيجي لنا علينا الاجانب هم كواليفايد ولا لا؟ ما المصريين طبعا هو ده اللي عايزين نوصل له، يعني الاحسن يفكروا ان انت بتقول كله اجانب لو قلنا لا طبعا كويس. لا طبعا لا طبعا. بص التحكيم والاداره، يعني استاذ النادي الاهلي والحمد لله ان الراجل القبرصي هو اللي لسه قايل مش احنا، ودور على الباقي كيف ارتقى. هتلاقي في سيد البلد في زعيم الثغر السيد محمد مصلحي مع مجلس نسخة كده محترفة محبة، كل واحد معاه ملف، ده الباسكت وده كذا. حلوة محترفة محبة دي بالظبط. نعم. في نفس الوقت اختار بعناية، في نفس الوقت اما كان مع حتى الكابتن عماد او كابتن او اي حد، كل ما كانت نتائج بتاخر ما كانش بيقول يلا مع السلامة، بينما الناس تفكروا بكرة الصبح هيقول سلام عليكم، لا بيدي فرصة وعشر فرص كتلة من المباريات. صحيح. تمام؟ دور بقى المحلة بفيجن جديد والعودة وده لائق جدا بفريق الذي يعني جماهير عاشقة، وكمان هتلاقي الراجل برضو طور الأداء. اللعيبة يا كابتن إسلام بتصدق أما تلاقي الكوتش بيفهم وبيفيد لها وبيضيف لها، مش مسألة بيقيموه، يعني لما يقولك أمال ومحمود وسامي وسام بصرة عملتوا كذا كذا هتروحوا عند الشاشة بنفرح ونجري عليه، حتى اكيد انت عارف دي لما بيقول لكم حاجه تزودكم كابتن بتثقوا فيه جدا طبعاً. لما يقرا لك سيناريو الفريق الثاني بتثق فيه اكتر واكتر. الناس دي شغاله، بس محتاجين فعلا هذا السبورت اولا من اداراتهم، ثانيا من التحكيم بقى عشان بضاعته ما تبص. ما انت هتخلي ييأس من الحياه يا اخي لما بضاعته تبوظ في الاخر، اذا كان هو او الاداره هتحبطه، لانه ما فيش عداله، دي يعني كارثه. والفكره بقى ما بقتش ما يجراش حاجه مع الحكم، لا لا، هو محتاج يعرف ان على الكل، لما تبقى على الكل ده موضوع، لكن لما تبقى يعني تخصصيه شويه مش هينفع. وبالتالي الناس اللي موجوده دلوقتي حتى الان اضافت، لكن بعضهم حتى لو جيد اللي اشتغل مع فرق يعني اللي عندها فلوس ما عندهاش جمهور ممكن ما يعرفش يعمل اللي هو عايزه النقله دي، لانه اللعيبه برضو في الاخر يعني في نجوم كبار قوي قوي او كانوا كبار قوي قوي بدون جمهور دلوقتي انت ما بتسمعش رنت اسمه في اي حاجه، يعني حتى لو بيحقق نتيجه بيكسب ذهاب وعوده. وبالتالي دي نقطه مهمه جدا، مدربين الحقيقه تم اختيارهم بعنايه، شكرا للادارات اللي شغاله واغلبها ادارات يعني محترفه بها محترفه محبه الحقيقه. حلوه كلمه محترفه محبه. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل ناخد الجزء الاخير من هذه الحلقه عن النادي الاهلي سوبر ومباراه غدا ان شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. استاذ جمال، دائما في مثل هذه المباريات خصوصا لما بتكون كسبان بطولة وكسبان فريق كبير زي نادي الزمالك وكسبان وعامل مباراة جيدة، اللي بيحصل غالبا في الفترات السابقة ان بتلاقي مستوى اقل. حتى ليفربول، يعني ليفربول كسبان واحد دلوقتي بالمناسبة 1-0 ولهدف للنجم محمد صلاح، كسب مانشستر سيتي 1-0، اتغلب في المباراة الثانية من نوتنغهام فورست وليدز من الاخير والقبل الاخير. وارد بس طبعا، ولكن انا بتكلم هل ده ممكن؟ لا قدر الله، لا قدر الله، ودي انذار للاعيبه النادي الاهلي ان مباراه بكره اصعب بكتير جدا 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 من المباراه السابقه. ده يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله ده دايما احنا بنحذر وبنتمنى، يعني طبعا احنا بنحذر زي ما بيقولوا من بعيد، لكن صحيح قد يكون الضغوط على اللاعبين داخل الملعب غير اللي احنا بنقوله. صحيح. يعني ما تقدرش تخلي واحد يبقى فايق 1000000% بمجرد انك تقول له، لكن المشكله كمان ان الفريق النهارده عنده غيابات، يعني عنده كذا. انا لسه كمان كنت بقول ما انا بقول لا ده دي ممكن تكون تجديد للدوافع بقى. صحيح. يعني انا بعت الناس اللي ما بتلعبش وتلعب، الناس اللي مش بتلعب وهتاخد فرصه في المباراه، وزي ما قلنا انه طبيعي انه لعيبه النادي الاهلي على طول متعودين طول عمرهم على كده. صحيح. اللي هي
يمكن افتقدوها شويه في الفترات الاخيره. المانشيت جاهز الاهلي بمن حضر. لا اللي هو افتقد، لا دي افتقدت مش الاهلي بمن حضر، مساله قفل الملفات وفتح ملفات جديده ممكن تكون افتقدت شويه بسبب ظروف خارجه عن الاراده زي الاجهاد والضغوط والكلام ده. لكن الوضع الطبيعي بالنسبه لفريق بحجم النادي الاهلي وبحجم طموحاته وان هو بيلعب على كل البطولات ان هو يغلق الملف ويفتح ملف اخر. السوبر رغم اهميه الفوز واهميه المباراه، انا مش مع الناس اللي هم اصحاب الميول الاخرى يا كابتن اسلام. أيوه. اللي بيقول لك ان الاهلي او جماهير الاهلي بلغت في الفرحه، انا مش شايف ده. يعني انا شفت ده في مناسبات اخرى لما الدوري حتى ده لو حصل بس يعني في حد معاه جهاز قياس، في حد معاه جهاز قياس المبالغه. لا 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 انا مش شايف انه لا هي ناس معينه وواضح ناس معينه معلش. لا انا برد على بعض الناس. في ناس بتقول ده بتتوهم، بالعكس انا شايف ان اللعيبه رجعوا من الامارات على التمرين عادي، لا ركبوا اتوبيس مكشوف ولا لفوا صحيح حوالين الجزيره ولا طلعوا البرج ولا اي حاجه. اغلبهم اصلا ما لا يعني ما التقوش اسرهم، راحوا على الشغل. ما انا بقول لحضرتك يعني المساله قد يكون هناك فرحه على السوشيال ميديا، هذا حق الجمهور. لا كمان مش عايزين الجمهور تفرح. ايوه يعني ده ايه الكاتمه دي يعني الناس اللي بتتكلم كده بتخلي الناس لا وبعدين انتوا ماسكين علينا زي اللي يا عم ما نفرح ونبسط. المهم انه انا شايف انه بس هو عاوز يحطك انك انت يعني محروم. لا ما هو لا هو عاوز يحط هو عاوز صدقتك كده. شوف يا استاذ محمود انا محروم. محروم فعلا. لا هو محروم فعلا. استاذ جمال مش هكملها بس عشان ما تاخدش محروم. ماشي ماشي ده تصديق. انا محروم لان انا ما خدتش دوري، فانا لكن انا خدت ماشي احنا دوري ابطال افريقيا. فبالنسبه لي انا لما اخد ما يروح مني الدوري مرتين ورا بعض ده بالنسبه لي حرمان. طبعا انا بتكلم بجد، مش متعود على الحرمان. انت متعود على كده لان انا باخد 7 و8 و10 دوريات ورا بعض. هو بقى شوف انت بتاخدها من الزاويه الحلوه. الاستاذ محمود يقصد الاشاعه اللي طالعه ان الفرقه دي محرومه بالبطولات. طبعا محرومه ايه ده الفرقه دي؟ ما انا بقول لحضرتك تقريبا ده الفرقه دي يعني يمكن عندها اوفر دوز. عندها اوفر دوز يعني خدوا 2 3 عالم الجيل اللي فات اللي هو يعني صح ولا لا؟ الجيل اللي بيتقال عليه اللي هو الجيل اللي هو جاب يعني اول 3 عالم ما خدش غير 3 عالم مره واحده، دول خدوا مرتين. الجيل ده واخد يعني حافظ على مستوى دوري ابطال افريقيا بسبب ظروف الكورونا على فكرة. في وقت قياسي قبل موسم. لا يا اخي ما تحسبوش، لا دول ما يتحسبوش عشان 2 في 1 خليهم 2 في 3 بقى. جمال ما هنعملهم يعني ايه؟ فيريرا اول ما الماتش خلص فيريرا طلع قال ايه؟ كنا بنلعب نفسينا. لا ما قالش كنا بنلعب نفسينا، لا كان من المفترض ان احنا ابطال الدوري وابطال الكاس. يعني نلعب نفسنا لو فيعني استخفاف بمكانه الاهلي لا ترد على امبارح ماشي. هو يقول اللي هو عايزه، هو يقول اللي هو عايزه. طب ما هو قال وراه كتير من ضمن الحاجات اللي قالها ان الجون الثاني ما يحتسبش لانه كان في 2 لعيبه بس. حاضر ما هنجيب لك احنا عديناهم مش احنا عديناهم الكابتن اسلام يا ريس. لا 6 أو 7 لا حاضر حاضر هنعمل كده حاضر هنجيب حاضر المره الجايه لكن انا واحد هقول حاضر ماشي. تقليل من قيمه فوز الاهلي بالسوبر ماشي، هي البطوله احنا كده راضيين بيها صحتين احنا راضيين بيها حلوه على قدنا احنا عايزينها. ايه الهدف من وراها؟ ايه الهدف من وراها يا كابتن اسلام؟ تحسيب معلومات لعيبه الاهلي فيما هو قاد. على فكره طلع يا استاذ سامي، على فكره يا استاذ سامي ده اللي انا بقوله على فكره. لا عشان ما نطلع من الموضوع لا ده نطلع منه بايه؟ ان البطوله دي احنا بنعتبرها مجرد بدايه لما هو للموسم عشان كده مبسوطين. مش اكتر من كده دا وهي دا في حجمها هي بطوله وخلاص. صحيح ما اقدرش اقول انها مش بطوله يعني. لا لا طبعا استاذ محمود برضو يعني مباراة بكرة لأنه أنا مركز على مباراة بكرة وصعوبة مباراة بكرة جدا. مباراة في غاية الصعوبة على فكرة، وتحدي الكولر نفسه، تحدي قدرته كمدرب أنه عنده دلوقتي عنده الصف الثاني بتاعه جاهز ولا لا. من عنده سوى هل لحق في 6 7 أسابيع؟ طبعا خلاص بقى لحق بقى خلاص بقى لحق احنا متابعين يعني. أوكي. لا خلاص لا أنا فاهم بس أنا بسأل برضه خلاص لحق لحق. ما هو دلوقتي خلاص بص هو
توج في المجهود اللي حصل توج في ماتش السوبر. اوكي. خلاص قدم اوراقه اعتماده. انه عرف يرجعك، رجع شخصيه البطل زي ما قلنا. الجزء اللي افتقده الاهلي. الاهلي دايما قوته من قوه روح لعبته. صحيح. الخفه والحركه والقوه والالتحام دايما. انت انت عانيت شويه في السنه اللي فاتت، انا كنت دايما سهل تفقد الكوره بدايه انديه الوسط والمؤخر عملوا معاك نتائج. فانا اعتقد انه الكابتن سامي قمصان وكابتن سامي حفيظ جابوا له بص ده رضا شحاته عمل معانا في الجونه. احنا الجونه خسرنا تعادلنا معاه مرتين رايح جاي. ليه؟ احنا عملنا ايوه بص بالفعل ده احنا اتعمل معانا كذا كذا ليه؟ وديك ان هو ايه؟ لما خلص الماتش والفرحه خد اللعيبه بقول لهم لا في حاجات اتفقنا عليها انتوا ما عملتوهاش. ما عايز اقول لك ايه؟ تصريحات الراجل قريت لك المشهد بتفكرك بمين؟ بتفكرني بمالمو وكان شايفه قدامه كان هو مكسر الدنيا وباصص على حاجات هو شايفها. صحيح. النقاط الصغيره دي بيجي منها ايه؟ الاخطاء الكبيره. الشغل شغال. فبكره بكره يا كابتن اسلام هيبقى دور ان هو جاهز البدايل للعناصر الاساسيه وده كمان ايه؟ رهان على اللعيبه دي يستحقوا يستمروا مع الفريق ولا انت منتظر ايه؟ يعني ايه؟ جات لك الفرصه اهو خلاص؟ شوف مين اللي هيلعب باك ليفت رافت خليل ولا هيلعب كوكا؟ شوف مين اللي او ايمن اشرف؟ شوف مين اللي هيلعب في نص الملعب السوليه ومش عارف مين؟ السوليه هتحط مين؟ محمد فخري ولا هتحط قفشه؟ شوف مين اللي هيبقى برونو صافي وحالته كويسه؟ هل يعني عاوز اقول لك لانك هتواجه بكره مباراه مقفوله. مباراه صعبه. مقفوله وصعبه جدا فعاوزه من خلال التمرين اللي بتشاف بيركز على جزئيه على خفه الحركه على السرعه على الخد وهات ما تنتظرش. فاعتقد انه دي من بدايه الاختبارات ازاي تقدر تفصل من فرحه ومناشفه كبيره جدا لداخل على طول بدليل ان هو جابهم من الطياره ما لهمش روحوا ناموا لا خدهم على الملعب على طول يعني صدمهم اداهم على طول بعد كده ريحهم تاني يوم خلاص. هي الصدمه انا اللي اعرفه انه في جدول شارب متقسم على الاسبوع هو عندهم تمرين بس هو بالفاني بتاعنا كمصريين كانوا مفكرين يقول لهم ايه طب بلاش النهارده بلاش النهارده يلا لا مفيش بلاش كانوا مفكرين يقول لهم اسبوع اجازه يعني تحدي للبطل اوكي في بدايه مشواره نحو استعاده لقبه المفضل. أنا بشوف هيبدا من بكره أيوة. رسميا انا بشوف ان المباراه غايه الصعوبه قبل توقف صحيح. انا بشوف ان المباراه بكره ملخص شويه لا مباراه السوبر زي ما الاستاذ عصام كده قال القطر اشتغل او القطر انطلق دي كانت الانطلاقه فمباراه بكره دي استكمال الانطلاقه بالزبط. وبدايه انطلاقه جديده في مسابقه جديده لا هي تحدي حقيقي مباراه بكره بالتحديد نعم واخد بطوله في يعني الهامل عليك زياده صحيح هامل معنوي يعني وفني كمان لان كل حاجه وهتلعب مباراه مغلقه مش زي مباراه السوبر كانت مفتوحه من الطرفين فبالتالي انا مش شايف المهم قوي لعيبه الاهلي يثبتوا ان هم ابطال بكره تحديدا وان هم ناويين على استعاده بطوله الدوري المفقوده من موسمين. ايوه. دي نقطه مهمه جدا. الجميع في تحدي بكره بالتحديد في تحدي بالغ وقوي لان يعني اللي شفناه في الماتشات بتوع افريقيا والماتشات بتوع الدوري والسوبر يثبت ان في حركه حقيقي ايجابيات كثيره صحيح موجوده في الفريق بكره بقى التحدي الحقيقي مع احترام الفريق الداخليه وصاعد من القسم الثاني لكن فرقه متعوده على اللعب في الممتاز بتعرف ازاي تتعامل مع صحيح قدام الاهلي وتقفل التعادل ليها مكسب طبعا بس المكسب مهم للاهلي لان طبعا في قفزات دلوقتي في زي ما قلنا في البدايه الانديه الجماهيريه ابتدت تصحو تستيقظ في تحديات كبيره لازم الاهلي يتعامل معاها بقوه فبالتالي انا يعني اذا كان في بعض النجوم غايبين بكره فدي فرصه ذهبيه للبدلاء انا موجود ولا مش موجود صحيح دي طيب. مهمة نقطة مهمة جدا فحتى لو كولر مش موجود نفسه الجميع لازم يتحمل مسؤولية قدام الجماهير وقدام مسؤوليته قدام النادي اللي يديله قيمة
كروية كبيرة صحيح. جدا وانه لعيب في النادي الاهلي ويلبس الفانيلا الحمراء. استاذ عصام، الاستاذ سامي هو بيتكلم عن غياب كولر. غياب كولر، غياب علي معلول، غياب الشحات على حسب الموقع الرسمي للنادي الاهلي، نزلت برد شديده ادت الى غيابهم عن التمرين النهارده وامبارح. ومن البرد ما هو مفيد يا كابتن. اتفضل. بمعنى ان هذا الرجل بجهده ومجهود اداره النادي الاهلي بعد غياب موسيماني الحقيقه سبحان الله لازم تتوج ان انت جبت واحد جاي من الطازه خالص الاحدث. 7 سنين مع منتخب زي النمسا قلناها قبل كده، يعني احتراف حقيقي بمشروع صحيح، وقد كانوا راحوا اليورو 3 دوري سويسرا وكذا. اذا هو جاي بالاحدث اللي هو اليوم الكامل وكل ما كانت تتمناه اداره النادي الاهلي في مديرها الفني. ثم فكره راحه اللاعبين وتحمل مجلس الاداره لمهام جسام انه ريح الفرقه عشان يفصلوا مواسم. ثم عمل الرجل وطاقم عمله. انا بقول لحضرتك الراجل ده هتلاقيه هو بياخد المضاد الحيوي مشغل السكايب وشايف التمرين واللعيبه عارفه انه شايف التمرين زي ما كان بيشوف التدريب اللي لما بيسافروش معاه، وبالتالي هو لا يحتاج انه يبقى موجود. ده بيحتاج الان ان كل واحد يقول انا موجود، بمعنى انه دلوقتي انت هتشوف البدائل اللي عندك، لان دول ما هماش احتياطي كده زي ما بيقولوا على الفرق اللي بيبقى عندها ناس اصليه وناس احتياطي، لا ده احتياط استراتيجي صحيح موجود. اذا جات لك الفرصه، طاقم العمل هيبقى شغال من خلال تفاهمه مع الراجل، لانه مش هيقول لهم جديد في التليفون يا ابني لاعب فلان 4 سنين، لا ده هم متفقين وكل واحد عنده دور وده عنده دور لو الراجل اللي بيكلم اللي جنبه. ومن الممكن برضه بالمناسبه عشان ما حدش ياخد كلام حضرتك ان هو مش موجود بكره، ما حدش لا مين اللي قال، انا بتكلم يعني على انه هذا الرجل ما ينفعش نقيس انه ده ممكن يبقى فيه حاجه مفاجاه زي ما قلنا كده ووضحنا للجمهور يا جماعه ده ما كانش بيقول للعيبه عشان هرجنا كتير يلا نروح نتمرن، لا ده معاهم برنامج هيلبس ايه في التمرين وهيشرب ايه وهياكل ايه والميزان يعني وجوده طبعا مهم جدا لكنه منظم. أيوة. عنده دايما بلان بي صحيح. حاضر ده راجل يعني. معاه فريق عمل. هو الفريق العمل ده مدرب على بلان بي حتى فريق عمل صحيح. بكره هو يوم انك تشوف زي ما حضرتك قلت على الاسماء اللي في سكواد النادي الاهلي اللي كلنا كنا بنحلم انه ازاي يبقى فيه من 25 ل 30 باذن الله بيتخانقوا عشان فرحتهم ياما في 11 يسمعوهم البدايه، وهتلاقي الباقيين بيقولوا لهم يلا جود لك. ده الاهلي بقى ده ان اللي صحيح. قاعد بيقول له جود لك ومستنيه صحيح. وانت بقى كنت مستني لما يجي دورك لخدمه ناديك صحيح. اتفضل حضرتك ادي اول بقى. مراكز جالها الدور. لا لا محيصه يا رجل إنه التجربة دي بإذن الله تنجح بجهد الرجالة سواء الجهاز أو الفرقة وطبعا جهد وتخطيط المجلس، لكن أنا بقول للعيبة ده بكرة من الأيام التي تثبت إنه أنتوا تستحقوا النادي الأهلي وما ينفعش حد يقول عليكم تاني إشاعات ولا ده هيمشي ولا ده مش عاجب النادي ولا ده مش عارف إيه ولا ده إيه ولا ده عنده كورونا ولا ده عنده فرصتهم أي بطاطس في إيديهم هم كمان بقى. هذه هي أيام فعلا أيام صحيح. الأهلي باذن الله يا رب إن شاء الجميله الله. يعني ان شاء الله. انا بشكركم شكرا جزيلا استاذ جمال استاذ محمود استاذ سامي استاذ عصام، بشكركم شكرا جزيلا على تواجدكم معنا، دايما بنستمتع بهذه الحلقه. ان شاء الله بكره مباراه النادي الاهلي في تمام الساعه 5 امام الداخليه زي ما قلت لحضراتكم في استاد السويس الجديد ان شاء الله بطاقم تحكيم بقياده كابتن امين عمر. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه المهمه جدا جدا جدا، مره ثانيه مباراه من اصعب المباريات اللي هيلعبها النادي الاهلي في ظل اصابات كثيره وفي ظل شويه برد لاثنين او ثلاثه من اللاعبين المؤثرين مع الفريق، ايضا برد للمدير الفني. عندك امور كثيره جدا، ولكن في النهايه ولسه كسبان بطوله والناس تنتظر ماذا سيفعل النادي الاهلي في مثل هذه المباراه، ولكن زي ما اساتذتنا وحضراتكم بتسمعوهم قالوا انه في النهايه عندنا 30 لاعب، لو حتى 15 غايبين في 15 بيمثلوا النادي الاهلي بشكل اخر بشكل رائع جدا، ودائما الاهلي بمن حضر. غدا ان شاء الله الساعه 3 لو مع حضراتكم الاستوديو التحليلي لمباراه النادي الاهلي والداخليه. قبل المباراه دايما بساعتين كل كواليس ما يحدث قبل مباراه الاهلي والداخليه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، غدا حلقه جديده من بيتكم.